صباح الخير عليكم مشاهدينا في كل مكان، أهلا بكم وحلقة جديدة وبرنامجكم نهاية الأسبوع. دايما بنسعد بصحبة حضراتكم كل خميس وجمعة من 9 لـ11:30 لمناقشة أهم أحداث الأسبوع وأهم القضايا اللي بتهم الشارع المصري والأسرة المصرية. النهاردة الخميس 4 أكتوبر 2018 9 صباحا بتوقيت القاهرة، حلقة جديدة ونهاية الأسبوع. عندنا الحقيقة مجموعة كبيرة من الفقرات والتقارير، والحقيقة بعد أخبارنا هذا الصباح ومجموعة من التقارير هنتكلم في كذا موضوع مهمين للغاية. أول موضوع هنتكلم عن تمكين الشباب ودور تمكين الشباب في تحقيق التنمية والتقدم، بالإضافة إلى المسؤولية الملقاة على عاتق الشباب للنهوض بمصر. إزاي نقدر أن احنا نستفيد من مصطلح تمكين الشباب اللي صرح به الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكثر من مؤتمر وفي أكثر من ملتقى وفي أكثر من لقاء، والشباب محتاجين ايه بالظبط علشان يوصلوا لمرحلة التمكين، يعني اكبر مرحلة من التمكين، ويقدروا ان هم يتقلدوا المناصب، ومحتاجين يستفيدوا من الخبرات السابقة بنسب قد ايه بالظبط وبشكل عامل ازاي. ايضا تبادل الثقافات وكل هذا واكثر هيجيب لنا عليه بالتفاصيل الاستاذ دكتور عبد الله المغازي، استاذ القانون الدستوري والمحلل السياسي. اما فقرتنا الثانيه ومشاهدينا هنفتح ملف مهم جدا، هو ملف الادمان. الحقيقه في مشكلة كبيرة جدا، احنا اتكلمنا يمكن في الادمان كذا مرة، وناس كتير جدا بتتناول موضوع الادمان ده على اساس ان هو يعني طريقة من طرق الارهاب، لانه بيقضي على عقول الشباب، وللأسف الشديد كمان نسبة الشباب المدمن، نسبة أو الفئة العمرية بقت قليلة جدا، يعني في 15 سنة في 14 سنة، حاجة مخيفة ونسب مخيفة. تجار السموم بيحاولوا أن هم يقضوا على كل يوم، يقضوا ويتفننوا في جلب أنواع جديدة من المخدرات علشان يقضوا على عقل الشباب، طبعا بالإضافة إلى المكسب المادي. لما بلد زي مصر أكتر من 64% منها شباب يتم القضاء على عقوله عن طريق المخدرات، يبقى لازم يكون لينا وقفة، ووقفة مهمة جدا ووقفة أيضا عملية. النهاردة تحديدا هنتكلم على بعض أشكال الإدمان، وتحديدا عن الستروكس، لأن الستروكس ناس كتير جدا اتكلمت عنه، احنا يعني وفي ناس يمكن ما عندهاش فكرة ايه هو الستروكس بالظبط، وفي ناس تقولك لا ده في ناس تجرب، اصل تجرب مرة اصل المرة مش هتعمل حاجة. ايه هو بالظبط الستروكس، تأثيره ايه بالظبط على الشباب، بيدمر خلايا المخ ازاي، لانه الحقيقة هذا المخدر بيدمر خلايا المخ اسرع مما تتخيلوا. في هذه الفقرة مشاهدينا هنلتقي للتوضيح مع الدكتور ابراهيم عسكر، مدير برامج التوعية والتثقيف بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان. ده بالنسبة لفقرتنا الثانية. أما فقرتنا الأخيرة بناء على طلبات حضراتكم، احنا يمكن تغيير الفصول وبعض الناس اللي بيعانوا من الحساسية، خاصة الحساسية الجلدية وتحديدا كمان الأطفال، علشان دخول المدارس والكلام ده كله، وطبعا حضراتكم كنتم طالبين مننا نستضيف الدكتور هاني الناظر، فهيكون معانا للإجابة على هذه الأسئلة الأستاذ دكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية، رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق. إزاي نقدر نحمي أطفالنا ونحمي جلدنا من الأمراض المعدية؟ في انتظار مشاركات حضراتكم واتصالاتكم على أرقام تليفوناتنا اللي قدامكم على الشاشة، وكمان صفحتنا نهاية الأسبوع، نكتب بالعربي نهاية الأسبوع، وأسعد طبعا بكل اقتراحات وأفكار حضراتكم على مدار الحلقة. خلونا نبدأ أخبارنا هذا الصباح، وأول خبر معانا الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع الموقف الاقتصادي والرؤية المستقبلية باجتماع المجموعة الوزارية. صرح السفير بسام رازدي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اجتمع بالمجموعة الوزارية الاقتصادية لمتابعة الموقف الاقتصادي والرؤية المستقبلية في ضوء استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية. ده طبعا في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي اللي بتقوم بمصر حاليا.
منها إلى الفريق محمد فريد. والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة يلتقي رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية. استقبل الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أول ركن فياض بن حامد الرويلي رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية والوفد المرافق له، والذي يزور مصر حاليا، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وعزفت الموسيقى العسكرية للسلام الوطني للبلدين. أعقبها لقاء موسع تناول العديد من القضايا المشتركة في ضوء تطورات الأوضاع التي تشهدها المنطقة وسبل دعم آفاق التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا الجانبين في العديد من المجالات، وكذلك تبادل الرؤى تجاه المستجدات والمتغيرات الراهنة على الساحتين العربية والإقليمية. ترأس الجانبان أيضا اجتماعات الجلسة الختامية للجنة التعاون العسكري المصرية السعودية المشتركة لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء علاقات الشراكة التاريخية والتعاون العسكري التاريخي بين كلا القوات المسلحة لكلا البلدين الشقيقين. ده كان بالنسبة لمصر والسعودية. نروح لمتحدث الخارجية وخبر عن موضوع زيارة وزير سامح شكري لليابان. الحقيقة صرح المستشار أحمد حافظ المتحدث باسم وزارة الخارجية أن سامح شكري وزير خارجية سيتوجه مساء أو توجه عفوا أمس الأربعاء إلى اليابان لإجراء محادثات ثنائية والمشاركة الاجتماع الوزاري للتيكاد. أيضا وضح أن تلك الشراكة بتعتمد على اعتماد القارة على ذاتها وتركيز الشراكة على المشروعات ذات الأولوية للقارة، وأكد أن الزيارة هتعكس عمق العلاقات التاريخية بين القاهرة وطوكيو. طيب نروح لمجلس الوزراء، ومجلس الوزراء بيقدم خدمة جديدة وبيعلن عن رقمي على الواتساب لتلقي الشكاوى الخاصة بالقمامة. ده اللي صرح بيه وكلف بيه أيضا دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بسرعة التجاوب والتفاعل مع رسائل المواطنين والتواصل مع القيادات التنفيذية على مستوى كل المحافظات، ورفع تقارير دورية سريعة بمدى الاستجابة لتلك الشكاوى موثقة بالموقف أثناء الإبلاغ والواقع بعد اتخاذ الإجراءات المناسبة ليه، يعني إيه اللي حصل بعد الإبلاغ في كل موقع من المواقع الواردة في رسائل المواطنين زي ما احنا شايفين قدامنا على الشاشة. تنفيذ لتكليفات سيادته بتيسير سبل تواصل المواطنين مع الحكومة واستقبال الشكاوى المتعلقة بتجمعات وأكوام القمامة وسرعة الاستجابة لتلك الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه كل منها. منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء هتقوم باستقبال الشكاوى كلها، شكاوى المواطنين كلها بشأن تجمعات وأقوام القمامة، وتم تخصيص خطين علشان يعني يتلقوا عليه الشكاوي عن طريق الواتساب. الخطين دول هم 015-35-165-28 زي ما هم قدامنا كده على الشاشة. الرقم الثاني 015-35-25 3 4، هم الارقام هم قدام حضراتكم على الشاشه. الارقام دي بيشتغلوا على استقبال رسائل وشكاوى الساده المواطنين ومشاركاتكم المدعومه طبعا بالصور لاماكن المشاكل، اماكن لو في ناس بترمي زباله والزباله دي ما بيتمش رفعها عن طريق الحي، يا ريت تصوروها وتبعتوها على الرقمين اللي قدامكم دول. في اي مشكله خاصة بالمشاكل البيئية أو مشاكل القمامة يا ريت تبعتوا على الرقمين اللي قدام حضراتكم على الشاشة. زي ما احنا في كمان خط ساخن لمجلس الوزراء 16-5-28، وطبعا هيكون أكيد في سرعة استجابة. منها مشاهدينا المجلس النواب، ومجلس النواب بيرفع جلساته ال 21 أكتوبر بعد اعتماد نتائج انتخابات اللجان. وتفاصيل هذا الخبر بتقول رفع الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب الجلسة العامة للمجلس، وذلك بعدما تم إعلان نتائج انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية اللي أجريت امبارح الأربع، وأعلن انعقاد الجلسة القادمة يوم الحد اللي جاي لا عفوا مش الحد اللي جاي، الحد اللي هو هيكون 21 أكتوبر الجاري.
وشهد مجلس النواب امبارح الاربع الحقيقه اجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعيه بالمجالس، وعددها 25 لجنه على مقاعد الرئيس والوكيلين وامين السر، واعتمد المجلس نتائج الانتخابات كلها. وكان مجلس النواب افتتح الدورة البرلمانية الجديدة يوم الثلاث اللي فات بعقد الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الرابع. طيب، كان في الحقيقة حادث حصل وتم السيطرة عليه، تم تحرير طفل مختطف بالجيزة في أقل من 24 ساعة، وتم ضبط الجناه. اسم شرطة العمرانية بالجيزة تم تبليغه من تاجر مقيم بدايرة القسم بقيام مجهول باختطاف ابنه، بعد الولد ما كان خارج مع ابن عمته. عنده الولد عنده 5 سنين، راح يشتري حاجات، وبعد شوية الأب تلقى اتصال على التليفون بتاعه طلب منه المتصل 100,000 جنيه علشان يرجعوا الطفل اللي عمره 5 سنين. الحقيقة طبعا يعني تم تحرير الطفل سريعا جدا، وفي أقل من 24 ساعة كان الطفل في حضن منزله. نشاهد. هذا هو فصل الختام في قضية اختطاف طفل بمنطقة العمرانية بالجيزة لم يتجاوز عمره 5 سنوات، عودة إلى أحضان أمه سالما. صح يا مصر، رجعوا لابني، رجعوا لابني، رجعوا لابني، كان خاطفه ابن عمته. أنا ابني نزل يلعب في الشارع، بقيت ببص عليه لقيته اختفى، قعدت لحد الساعة 8 بالليل جالي تليفون بيتصل بيا بيقول لي الأمانة اللي ضاعت منك ما تدورش عليها، ما تخافش عليها، دي معايا. 100,000 جنيه دفعت ابن عمة الطفل إلى اختطافه مشاركة مع أخيه وبائع متجول، حيث قاموا بمساومة والد الطفل على دفع المبلغ نظير إطلاق سراحه. أول ما جيت اتصلت على مصطفى واتصلت على عصام، قلت لهم تعالوا لي الطلبية عشان في مصلحة. والواد تاني يوم جالنا الصبح، خدت أنا ومصطفى وطلعنا ركبنا توك توك من بره وطلعنا شارع نصر الدين. كلمت عصام قلت له يا عصام تعالى عشان في مصلحه، راح عصام جاي عند نصر الدين، خدنا الواد وخد حسام، ركبنا المترو وغيرنا من المترو، ركبنا المحله ورنينا على ابوه طلبنا فديه 100,000 جنيه. مديرية أمن الجيزة وتنسيقا مع الأمن العام ألقت القبض على الثلاثة بعد أن نجحت في كشف غموض الواقعة وسلمت الطفل إلى أهله في زمن قياسي. في أقل من 24 ساعة تم تحديد هوية الجناه وتم ضبط احدهما في منطقه العمرانيه، والذي قام بارشادنا عن بقيه المتهمين، وقمنا باعداد مأمورية لدائره اسم ثالث المحله، تمكنا من خلالها من ضبط الطفل المختطف وبقيه المتهمين. فكروا في الخطف ونفذوا مخططهم، لكن لم يدور بخلدهم ان سقوطهم في قبضه الامن سيكون سريعا، والا لما اقدموا على فعلتهم الشيطانيه هذه التي لم يراعوا فيها اي صله قرابه. طبعا يعني تحياتنا للشرطة المدنية ومديرية أمن الجيزة لهذا المجهود الرائع والسريع. وخلينا أقول إن إحنا كل مرة كنا بنقول إن الأطفال اللي بيتخطفوا ده بيبقى إهمال من الأهل، أعتقد إن هنا ده مش إهمال من الأهل، لأن الولد خرج مع ابن عمته، فالمفروض إن هم مستأمنينه على ابن عمته، يعني مع ابن عمته مستأمنين الطفل عليه. إنما طبعا يعني بتحصل حاجات أو مشاكل فعلا زي ما قيل في التقرير شيطانية. الحمد لله رجع الطفل لحضن أمه ورجع بيته. طيب، كان في بقى صور كده من كام يوم على البنت اللي كانت متصورة في شارع صلاح سالم، وهي من العربية أو خارجة من فتحة سقف العربية، وناس قالوا بعد كده، ناس عملوا شير كتير قوي للصوره، يعني مش عارفه كان ايه اهميتها، بس عملوا ناس كتير كانت عامله لها شير وعمالين يبعتوها لبعض على الجروبس والكلام ده، وقالوا ان البنت اتقبض عليها هي وصديقها اللي كان سايق العربيه. طبعا البنت ما اتقبضش عليها ولا حاجه خالص، وده اللي نفاه فعلا مصدر امني، نفوا الاخبار المتداوله عن قبض على البنت اللي ظهرت بملابس قصيره على اعلى سياره بطريق صلاح سالم بالقاهره. واكدت المصادر دي ان عمليه القبض والصور اللي كانت منسوبه لامن القاهره مش صحيحه ومتداوله بس على مواقع التواصل الاجتماعي، يعني بشكل غير صحيح. الاجهزه الامنيه
بتفحص مصدرها على فكرة، وبتفحص منين جت الصور دي والصفحات اللي مشيراها دي مشيراها على أساس إيه بالظبط للوقوف على حقيقة تلك الواقعة. المصادر شرحت أن قانون المرور ما بيجرمش نوعية الملابس اللي الناس بتمشي بيها في الشارع، ولا مواصفاتها ولا طولها من أسرها، إلى جانب أيضا أن الخروج من أعلى فتحة السقف بتاعت العربية يعني ما فيش عليه مخالفة. الأخبار المتداولة بتجزم بأن قائد السيارة والبنت كانوا في حالة سكر، برغم من أن الصور متداولة من يومين وأن هم ما خضعوش لأي تحاليل عشان يكتشفوا أن هم أخذوا كحول ولا لأ، ده برضو كلام مش مؤكد. وأن طبعا ما فيش، هم أساسا ما تقبضش عليهم، الموضوع كان يعني أقل من أن هو ياخد هذا الحيز. الصور دي يعني اللي كانت موجودة بترفضها تقاليد المجتمع، بيرفضها عرف المجتمع، بيرفضها الشكل العام للمجتمع المصري، مش قانون المرور بس. طبعا دي برضو في إطار ان احنا في حاجات كده معينة بنديها اكبر من حجمها. هو البنت اللي اتقبض عليها ولا اي حاجة، هو طبعا الناس كانت مستاءة، في بعض الناس المرة والناس اللي صورتهم كانوا مستائين جدا من شكل البنت وهي قاعدة على سقف العربية. انما طبعا مفيش اي حقائق بتقول ان ممنوع حد يقعد على سقف العربيه، بتقعد على سقف العربيه حره، ممكن يحصل اي حادث يعني. طيب نروح لخبر مهم جدا، وقوات الامن تصفي 15 ارهابي بالعريش، حيث تمكنت قوات الامن امس الاربعاء من تصفيه 15 ارهابي في تبادل اطلاق النار مع الشرطه في مدينه العريش. وكشف مصدر امني ان قطاع الامن الوطني توصل الى معلومات مؤكده بتفيد باستعداد بعض العناصر الارهابيه لتنفيذ عمليات عدائيه بالتزامن مع احتفالات انتصارات اكتوبر المجيده. أضاف أيضا المصدر أنه دهمت قوات الأمن الوكر الذي تختبئ به تلك العناصر الإرهابية داخل إحدى المزارع بمدينة العريش، والتعامل معهم لمبادرتهم بإطلاق النيران تجاه القوات، مما أسفر عن مصرع 15 إرهابي. أوضح المصدر أيضا ضبط قوات الأمن بحوزتهم 5 أسلحة آلية، 4 بنادق خرطوش، 3 عبوات ناسفة معدة للتفجير، وكميات كبيرة من الذخيرة، لافتا إلى أنه يتم علينا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. طيب نروح منها لوزارة الإسكان. وزارة الإسكان تعلن عن فتح باب التقدم بأوراق إثبات الملكية بمدينة سفينكس الجديدة يوم الأحد اللي جاي. أعلن المهندس طارق السباعي نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون التجارية والعقارية، أعلن فتح باب التقدم لمن سبق لهم التعامل بموجب عقود بيع أو مستندات ملكية للأراضي الواقعة داخل حدود مدينة سفينكس الجديدة. وقال المهندس طارق السباعي تقدم الطلبات لجهاز مدينة سفينكس الجديدة بمقره الكائن بمبنى جهاز مدينة الشيخ زايد على النموذج المعد لذلك، والذي يتم صرفه مجانا من مقر الجهاز، وبتقدم كل المستندات الدالة على الملكية، أصل الاطلاع مع الصورة، وبيرفق بها لوحة مساحية موضح بها إحداثيات قطعة الأرض. نروح لخبر قناة السويس، والفريق مهاجم ميش عبور 336 سفينة لقناة السويس بحمولة 21 مليون طن في أسبوع واحد. ده اللي صرح به الفريق مهاجم ميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس، إن حركة الملاحة شهدت خلال أسبوع واحد فقط من الأربعاء وحتى أول أمس الثلاثاء عبور 336 سفينة بحمولة أكثر من 21 مليون طن. كما أكد الفريق ميش أيضا على جاهزية قناة السويس للتعامل مع المعطيات الجديدة في صناعة النقل البحري، وأهمها تحسن مؤشرات حركة التجارة العالمية، وأيضا اتجاه ترسانات السفن العالمية لصناعة أجيال جديدة من السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة، وهو ما تعاملت معه إدارة القناة بنظرة مستقبلية ناجحة جدا من خلال تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة. طيب نروح لخبر وزارة الكهرباء. وزارة الكهرباء أعلنت 2 مليار جنيه و 800 مليون جنيه مصري لتطوير الشبكة بالأقصر وأسوان وقنا وسوهاج. بتسعى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة الاهتمام وتطوير الخدمة المقدمة لأهالي الصعيد من خلال خطة تطوير شبكات النقل والتوزيع للقضاء تماما على مشاكل انقطاعات الناتجة عن انخفاض الجهد ببعض محافظات الصعيد.
كشف المهندس رأفت شمعة رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء إن في متابعة يومية بتحصل من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء لتنفيذ خطة تطوير مراكز التحكم وشبكات التوزيع بالشركة، وكشف أن نطاق عمل الشركة بيمتد بمحافظات سوهاج وقنا والأقصر وأسوان. طيب نروح لرئيس جهاز حماية المستهلك ومعلومات مهمة. المستهلك ليه دور كبير جدا في ضبط الأسعار، ده اللي صرح بيه السيد اللواء دكتور راضي عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك، انه في حال عدم وجود ضمان للسلعة قال مش هنقفل السكة في وش المواطن لو المواطن اشترى حاجة من غير ضمان او من غير فاتورة. محدش بيقول للمواطن ده مش تبعنا، مش بنقول الحاجة دي مش معانا او مش تبعنا، بس بيحاولوا ان هم يدوروا على آلية بيساعدوا بيها المواطن ويتأكدوا من مصدر السلعة دي اشتراها منين وليه ما حصلش على فاتورة او على ضمان، خصوصا ان في بعض الناس لسه ما عندهاش ثقافة او وعي الاحتفاظ بالفاتورة، لان لازم لما بتاخد فاتورة دي حاجة مهمة جدا ايا كانت السلعة اللي انت بتشتريها. وضح رئيس الجهاز برضو جهاز حماية المستهلك ان المستهلك هيكون ليه دور كبير جدا ان هو يتحكم مع المسؤولين في الاسعار من خلال الابلاغ عن المخالفات والاستهلاك الرشيد، واشار ايضا الى ان الجهاز بيشتغل دايما على رفع الوعي المجتمعي من خلال منابر ومؤسسات الدولة المختلفة، والمستهلك ليه دور كبير جدا بيصب في مصلحة العملية الاستهلاكية بالكامل. أهم حاجة يا جماعة ناخد ضمان وناخد فاتورة، والتاجر أو البائع اللي بيقول لك أنا ما بديش فواتير ما تشتريش منه، ولازم الفاتورة تكون يعني باسم هذا المحل أو باسم المكان اللي أنت بتشتري منه ضمانا لحقك. طيب كان في ناس الحقيقه بعض المواطنين اشتكوا شكوى قاطني مدينه نصر، اشتكوا شكوى الحقيقه من الحي جريمه قص الاشجار بحديقه حولها المسؤولين بحي شرق مدينه نصر الى موقف لعربيات القمامه. تعالوا بس نشوف كده الصور، صور في يعني دي جريمه طبعا في اي اهي ده فيديو، ده فيديو قص الأشجار اللي بيحولوه لموقف لعربيات الزبالة. احنا معانا تليفون. طيب انا معايا السيد المحاسب مصطفى عبد العزيز رئيس حي شرق مدينة نصر. الو يا فندم، صباح الخير. صباح الخير يا فندم. طيب استاذ مصطفى احنا معانا على الناحيه الثانيه استاذ رضا احد سكان حي شرق مدينه نصر. يا استاذ رضا الو. ايوه استاذ رضا خليك معانا. طيب استاذ رضا احكي كده للمحاسب مصطفى ايه اللي بيحصل عندكم. عندنا من يوم 13/9 لقيت احتلوا المكان وعملوه بتاعه العربات بتاعه الزباله والقمامه وحاجه يعني غريبه، مع اننا احنا بنحارب والرئيس بيحارب حكايه القمامه وبتاع وعشوائيه، يعني المنطقه دي بقت عشوائيه، رغم ان احنا اجتمعنا مع رئيس الحي ووعدنا ان هو هيخليها بنينا صح، ودي منفذ لنا، دي منفعه عامه لكذا عماره حوالي 7-8 عمارات. وللاسف الشديد بقت مجزره، بقت حكايه غير قذاره وكلاب وامراض. طيب. وبعدين احنا جنبنا عابرين الاسلام، مدارس 5 من 4 مدارس. ودار ايتام وشغلانه يعني. ده معقول يحصل الكلام ده يعني؟ طب خليك معايا كده. غريبه يعني. تمام خليك معايا كده. هم ولا امامهم حاجه ولا اي حاجه، مفيش اي حاجه يعني عادي. طيب. يعني. طيب نسمع بعض كده يا استاذ رضا لو سمحت. استاذ مصطفى. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. طيب الشكوى جايه من السكان وبيتحدث نيابه عنهم الاستاذ رضا اللي كان بيتكلم من شويه فندم، بيتكلم على جريمه قص الاشجار بالحديقه وانه يعني هم بيتاذوا اذى شديد من هذه الجريمه. اتفضل يا فندم ما تعليقك. لا هو الحقيقه طبعا هو الموضوع طبعا الاستاذ رضا بيبالغ شويتين في الموضوع ده، ولكن هو عارف المنطقه دي كانت عامله ازاي، وانا حولت المنطقه دي لاحسن منطقه في المناطق اللي حواليه كلها، وهو يعلم ذلك جيدا وشايفني ان انا في الشارع كل شويه، ولكن احنا دلوقتي في ظروف ان عربيات القمامه اللي انت شايفاها حضرتك ديت دي العربيات اللي بتخدم المربع اللي هو فيه كله، ولكن دي عربيات حكومه،
لابد نلاقي مكان مثلا تتقفل عليه. احنا بنعمل لها بنجهز لها مكان والعربيات دي بتخدم المربع اللي هو فيه دلوقتي حاليا، بترفع القمامه والمخلفات بمكان شركات النظافه، ولكن احنا بنجهز مكان طبعا هنحط فيه العربيات ديت، ولكن الحاجات دي مؤقتا بتقف عشان بترفع الزباله، والعربيات الصغيره الشباب اللي حضرتك شايفاها دي بتلف على المربع كله، تلم الزباله بتاعت البيوت والزباله بتاعت اللي في الشوارع وبعد كده تروح للحاويه الكبيره اللي انت شايفاها ديت عشان الزباله ما تترميش في الشارع، عشان نمنع رمي الزباله في الشارع. طيب. مش هيبقى في صناديق زباله في الشارع، هيبقى الحاويه دي هي البديله، تتملي الحاويه دي، الحاويه دي عباره عن مكبس بيتجمع فيه الزباله، وبعد كده بعد ما بيتملي بيتحرك يروح يدلك ويخش مكانه مكبس ثاني لغايه ما المكبس ده يروح يفرق يرجع للمنطقه كلها. طيب يعني يا استاذ مصطفى دلوقتي العربيات دي واقفه هنا بشكل مؤقت؟ طبعا مش بشكل مؤقت، لغايه ما نشوف لهم مكان، لان ده مال دوله، ما ينفعش ان انا ارميه في شارع واحد يسرق بطاريه، يسرق عربيه، يسرق اي حاجه يعني. فطبعا ده محطوط مؤقت كده لغايه. طب ايه موضوع قص الشجر ده يا فندم؟ موضوع قص الشجر ده تعليم عادي، يعني هم بيقلموا الشجر عادي، ما الشجر قدام حضرتك اهو. يعني هم ما بيشيلوش الشجر، مفيش قطع اشجار؟ لا مش ممكن. احنا العربيات قدام حضرتك اهي، والوادر قدامك اهي، وانت شايفه العمال اهي شغاله بتنزل في المكابس اهي. الكلام ده كله يعني اعتقد ان انت شايفه الحركه الميكانيكيه بتاعت الشغل اهي شغاله يعني. يعني احنا مش مخليين جهد عن جهد، شايفه العربيات اهي وبتشيل كل حاجه، الحاجات دي طبعا هو عارف ويعلم جيدا الحي ده كان عامل ازاي وتحول الى 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 يا فندم. يا فندم طيب دلوقتي احنا المكان ده يعتبر من ارقى الاماكن في مدينه نصر، وامام مبنى مهم جدا، مبنى سيادي مهم، يعني اكيد مش هنفضل موقفين عربيات القمامه في المكان ده، بالاضافه برضو لان موضوع التلوث ده بتاع عربيات القمامه مضايق الساده المواطنين، ما بتكلمش على قطع الاشجار، لان سيادتك بتقول دلوقتي ان ده تقليم عادي. فهل حضراتكم كحي مدينهم مثلا يعني وقت معين، احنا في الوقت ده هنشيل عربيات الزباله من هنا وهنشوف لها مكان تاني تقف فيه، ولا ايه بالظبط يعني؟ يا فندم كل منطقه هيبقى فيها مكبس زي اللي قدامك ده، وشايفه انت العربيات بتفضي فيها اهو، المكبس ده هيتملي، كل منطقه هيبقى فيها مكبس زي ده كده بديل لصناديق الزباله اللي كانت بتبقى منتشره في الشوارع. عشان نمنع القاء الزباله في الشارع، هيبقى في كل منطقه مكبس زي ده، والعربيه الصغيره الزرقاء اللي سعادتك حضرتك شايفاها ديت دي بتجوب في الشوارع وعلى البيوت، بتجمع الزباله من منبع عشان ما فيش حد يرمي في الشارع ويتحط في الحاويه ديت، والحاويه دي بتروح تفضي كل منطقه فيها حاويه زي دي كده. طيب واخد بال حضرتك؟ دي المنظومه الجديده، لازم يبقى في كل مربع في حاويه. لما ده يقول لي ما توقفهاش هنا، وده يقول لي ما توقفهاش، وده يقول لي ما توقفهاش، اوقفها لهم فين عشان تخدم المنطقه؟ تمام يا فندم. تمام. طيب استاذ رضا، الو. ايوه الكلام طبعا الكلام دوت. الاستاذ مصطفى بيقول ما هو ما فيش قطع شجر اهو يا فندم، والفيديو لا لا في قطع شجر. فين؟ ده احنا مصورين. ده امبارح هم عاوزين يشيلوا الشجر علشان ايه؟ يقدروا يستغلوا الارض. يا فندم هو قال ان العربيات، ما هو حضرتك سامعه دلوقتي بيقول العربيات واقفه بشكل مؤقت، وبعدين هو لا لا انا لا بساله لا لا. دلوقتي يا فندم قدام سيادتك على موضوع قطع الشجر، قال ان ده تهذيب، يعني اي مكان بيبقى فيه شجر لا ما فيش تهذيب خالص. بيشيل الزياده لا لا. بيشيل الزياده ده هنبعت في هو ما قطعوش الشجره نفسها من يعني الشجره نفسها ما اتقطعتش، هم بيشيلوا الزياده بيقللوا الشجر. هبعتها لك، هبعت لك، احنا مصورين ومقطعين ومحملين كلهم بيقطعوا عشان عاوزين يفضوا الارض. يعني الشجر ده دلوقتي مش موجود اللي انا شايفاه ده؟ لا لا مش بيقطعوه، قطعوا فيها الشجر قاطعينه هم. استاذ رضا قطعوا كلهم. استاذ رضا الشجر ده اللي انا شايفاه قدامي ده مش موجود دلوقتي؟ لا هم بيقطعوا كلهم شجرتين ثلاثه على سن اللي تبقى ارض بقى. وده كلام فيه حد يعمل في وسط سكان، ده كومباوند، ده من زمان المكان ده كان في الاخوان قبل كده وبعدين مشوا. ده ظهر ميدان الشهيد هشام بركات. ايوه 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 يعني بيهدينا رئيس الحي. الكلام ده
يبقى حط القمامه وكلاب والامراض منتشره، ده كلامه. وفي حضانه وفي مدارس، ايه ده ايه ده ايه ده، وفي جامع وفي دار ايتام وفي مركز طبي. طيب في حاضر يا استاذ رضا. طيب استاذ مصطفى، بعد اذن حضرتك بس بنطلب منك تراجع بس الاجهزه عند سيادتك، يمكن في اي واضح ان في بس سوء تفاهم، نرجو بس التوضيح والمتابعه بعد اذنك، يا ريت نقدر لو نتابع بكره ولا حاجه. استاذ مصطفى معانا؟ منطقه كل يوم. وده بقى حضرتك بيمر عليا في الاسبوع مثلا مره او مرتين في الاسبوع، والاستاذ رضا لو سمحتي يشرفني ويجي يوريني الشجر المقطع فين، لان احنا اللي بنحارب اي حد يقطع شجره. مش معقول احنا اللي هنقطع شجر. طيب هو بيقول ان كل يوم بيقطعوا شجرتين، فممكن يا فندم يكون مثلا في حاجه في الاجهزه عند سيادتك بيقطعوا شجره ولا حاجه، فممكن نراجع بس. مش ممكن ما يقدرش يقطع شجره. ليه؟ ما فيش اي موظف عندنا او اي مسؤول في الحي يقدر يقطع شجره. تمام. احنا بنحارب اللي بيقطع شجره. تمام. يعني اللي بيقطع شجره بنغرمه، هنقطع احنا الشجر؟ طيب. ده طبعا كلامه، بعد اذن حضرتك يجي يشرفني في المكتب وانا هنزل معاه بنفسي ويوريني الشجر المقطع فين على الطبيعه. امتى يا فندم يجي لسيادتك؟ امتى؟ وبعد كده يكلم سعادتك يقول لسعادتك النتيجه. تمام، يجي لحضرتك امتى يا فندم؟ يجي لي في اي وقت، انا كل يوم متواجد بعد الساعه 12 في المكتب. بكره بعده مثلا او يجي يا رضا يوم الاحد. ايوه يا معاك، ميعادك مع الاستاذ مصطفى هو بيقول يوم الاحد ان شاء الله الساعه 12 الظهر. هو هيعمل ايه اذا كان كل حاجه واقفه؟ هو هينزل مع حضرتك استاذ رضا، احنا بنتفاهم عشان نحل المشكله. ما تقطعش، وبعدين في غرز. ما هو يا فندم، ما انا هقول لحضرتك حاجه، هقول لحضرتك حاجه محطوطه. وفي ورش، يعني بقت عشوائيه. طيب انا هقول لحضرتك حاجه دلوقتي، الاستاذ مصطفى رئيس الحي بيقول لحضرتك هتيجي معاه، هتيجي يوم الاحد ان شاء الله الساعه 12 الظهر، هو هينزل بنفسه مع سيادتك علشان نزل معانا قبل كده يا استاذه. نزل يا فندم، ما احنا هنتابع، احنا متابعين، احنا متابعين. ولو في حاجه بالصور ولا حاجه تبعتها لنا بعد اذنك. ماشي ماشي، احنا مصورين جاهزين لكل حاجه. طيب ميعادك يوم الاحد ان شاء الله استاذ رضا، وبشكرك وبشكر طبعا محاسب مصطفى عبد العزيز رئيس حي شرق مدينه نصر، شكرا على هذا الحوار. طبعا مهم جدا يكون في حوار دائم بين المواطن والمسؤول، واكيد في سوء تفاهم في موضوع قص الاشجار في شرق مدينه نصر. طيب نروح لاخبارنا من الشان العربي. تسلم برهم صالح رئيس الحالي لجمهورية العراق منصبه الرئاسي من نظيره السابق فؤاد معصوم في مراسم رسمية أمس الأربعاء في قصر السلام بالعاصمة بغداد. فاز مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح برئاسة جمهورية العراق بعد حصوله على 219 صوت مقابل 22 صوت لمنافسه فؤاد حسين. أعلن رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي فوز صالح خلال الجولة الثانية لانتخاب رئيس الجمهورية العراقية. منها لفلسطين، وعزام الأحمد يطلع أبو الغيط على تطورات الأوضاع في فلسطين. أطلع عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط على آخر المستجدات السياسية والحراك الدبلوماسي الفلسطيني. استعرض الأحمد خلال اللقاء الذي عقد في مقر الجامعة العربية على آخر المستجدات القضية الفلسطينية، خاصة فيما يتعلق بضرورة تحقيق الوحدة الفلسطينية وما تتعرض له عملية السلام المتعثرة، خاصة في ظل الهجمة التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد المدينة المقدسة واللاجئين ومحاولة إزاحتها عن الطاولة ضمن مؤامرة تصفية القضية التي تسمى صفقة القرن. أكد أيضا على أهمية الدعم العربي في تعزيز الموقف السياسي الفلسطيني للتصدي لكل المؤامرات الهادفة للنيل من الشأن الفلسطيني والقضية الفلسطينية. معنا للتوضيح هاتفيا السيد سفير حازم أبو شنب القيادي بحركة فتح. ألو، صباح الخير. أهلا وسهلا. صباح النور يا استاذ حازم. طيب سيادة السفير لو سمحت، احنا بقى عايزين يعني توضيح في المجمل او تعليق من حضراتكم على لقاء عزام الاحمد بالسيد احمد ابو الغيط امس الاربعاء. اتفضل يا فندم. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا كل عام وانتم بخير. حضرتك طيب. 6 اكتوبر وهذا النصر العظيم الذي يستحق الوقوف امامه وتعلم العبر من هذه النتيجة الطيبة. شكراً. والذي يمنح الأمل بإمكانية تحقيق السلام في المنطقة وخصوصا في شأن قضية فلسطين. تفضل.
اللقاء جرى بالأمس ما بين السيد عزام الأحمد والسيد أبو الغيط في إطار مسؤولية جامعة الدول العربية عن رعاية المصالحة الوطنية أو الوفاق الوطني، حيث أن الرعاية المصرية لملف الوفاق الوطني هو في إطار تكليف جاء من جامعة الدول العربية. أيوة. وبالتالي أمين عام الجامعة العربية يجب أن يكون في صورة التطورات أو التدهورات التي تحدث في هذا الملف باعتبار المسؤولية القانونية من جانب الجامعة العربية. الجزء الثاني له علاقة في إطار سلسلة القرارات التي صدرت عن المؤسسة العربية اللي هي الجامعة والتي تتعامل مع قضية القدس وتتعامل مع اللاجئين وغيرها من القضايا، وبالتالي هذا يحتاج أيضا إلى تنسيق مواقف. هنالك تطورات على الأرض، ما يحدث في منطقة الخان الأحمر وهي شرق مدينة القدس المحتلة، محاولة الاحتلال الإسرائيلي السيطرة على شرق المدينة حتى يمنع إمكانية حصول تواصل ما بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، وبما يمنع أيضا قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها. طيب، كل هذه الإجراءات تحتاج إلى إعادة توضيح للأطر الدولية ومن بينها جامعة الدول العربية حتى تكون على اطلاع بالتفاصيل. تمام. طيب خليني بقى أخد كده بس من كلام حضرتك سيادة السفير، حضرتك قلت الاطلاع على التدهورات مش التطورات اللي حصلت حاليا في الشأن الفلسطيني. التدهورات دي تمام، وخصوصا طبعا في الخان الأحمر. التطورات والتدهورات. حضرتك شايف التدهورات دي ازاي وكيفية السيطرة عليها؟ يعني خلينا ان انا اقول مثلا الحل فيما بعد، او يعني السيطرة على التدهورات اللي موجودة دي والاستفادة من التطور في ظل ايضا، خلينا نقول في ظل رعاية الجامعة العربية وفي ظل رعاية يعني الجانب المصري للشأن الفلسطيني. ملفين حضرتك طرحتي، الأول له علاقة بالخان الأحمر والثاني له علاقة بالوفاق الوطني. فيما يتعلق بالخان الأحمر واضح أن هنالك إصرارا إسرائيليا على السيطرة على هذه المنطقة، وكما قلت لهدفين. الهدف الأول هو منع إمكانية حدوث تواصل ما بين شمال الضفة وجنوب الضفة، والثاني هو قطع الطريق أمام تمدد منطقة شرق القدس، بما يعني سرقة هذه الأرض وربطها بالطريق الواصل بمستوطنة كبيرة اسمها معالي أدومين، والتي تسيطر على هذه المنطقة من الجهة الشرقية وأجزاء من الضفة الغربية، وبالتالي يصبح لا مجال لإقامة دولة فلسطينية مستقلة متصلة مع بعضها. يعني هذه سرقة أراضي وسيطرة وتمنع التواصل كما قلت ما بين هذه الأراضي. تمام. وبالتالي نتيجة المقاومة التي تحدث على الأرض ونتيجة أيضا المقاومة الدبلوماسية بمعنى عملية شرح المواقف للدول باختلافها أدى إلى إرسال عدد من الدول رسائل ومن بينها ألمانيا إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي بضرورة وقف أي إجراءات ضد منطقة الخان الأحمر. إذن هذا يؤتي نتيجة. صحيح أن الموضوع طول وأخذ وقتا طويلا، ولكنه يؤتي بنتيجة، فالتواصل مهم. تمام. فيما يتعلق بالملف الخاص بالوفاق الوطني المصطلح على تسميته بالمصالحة، هنالك رعاية مصرية كريمة، هنالك محاولة أخيرة الآن تحدث من الجانب المصري في التواصل مع قيادة حركة حماس بهدف أن تقوم حركة حماس بتسليم قطاع غزة للحكومة الفلسطينية حتى تبسط نفوذها وتستطيع أن تقدم الخدمات في داخل قطاع غزة كما يحدث في باقي المناطق الفلسطينية. طيب. برأيي أنه حتى الآن لم يحدث نتائج تبشر بأن حماس يمكن أن تقوم بمثل هذه الخطوة، حيث أن التصريحات التي تصدر عن قيادات حماس خصوصا في داخل قطاع غزة تقول بأنهم يقومون بإجراءات لزيادة السيطرة، سيطرة حماس على قطاع غزة ومنع إمكانية أن تمارس الحكومة عملها في داخل قطاع غزة. تمام. بس يا سفير حضرتك تتفق في الرأي اللي بيقول أن لا، يعني الأزمة لن تحل إلا في حالة الوفاق الوطني، وأن يعني تكون فصائل الدولة الفلسطينية على قلب رجل واحد. سأفاجئك وإن قلت لك لا، هذا غير صحيح. ليه؟ الوفاق الوطني أمر ضروري، وأن تجمع شمل الفصائل الفلسطينية هذا أمر ضروري صحيح، ولكن يجب أن نعرف الحجم الحقيقي لحركة حماس
يجب أن نعرف أيضا الحجم الحقيقي لباقي الفصائل. الفصائل الفلسطينية كلها تمثل نسبة تزيد عن 90-92% من إجمالي الشعب الفلسطيني. تمام. نتكلم على حركة ضئيلة وزنها في الشارع بين الناس يتضاءل يوميا، وأنا أدعي أن هذا الحجم لم يعد يزيد عن 6-7% فقط من إجمالي الشعب الفلسطيني. وبالتالي يعني أين الإشكالية في أنه أنت عندك معارضة بهذه النسبة؟ في كل دول العالم المعارضة تزيد وتصل إلى 40-50%، وبالتالي هؤلاء لم يعودوا ذوي تأثير في الشأن الفلسطيني بالقدر الذي يعتقد البعض. أنا أتحدث من الجانب السياسي، هم لديهم قدرة فقط على تخريب أي اتفاق من خلال إجراء عدد من الأفعال أو الأحداث التي تختلق على الأرض تخريبية تؤدي إلى إحداث توتر على منطقة الحدود وغيرها. يعني سيادتك شايف ان مفيش مثلا شيء او خطوات مبشرة لحالة الصلح، وان الصلح مش هو الحل الوحيد بالنسبة لحضراتكم؟ انا اقول بانه الوفاق الوطني مهم وضروري جدا، ولكن بس هو مش الحل الاساسي. لا ليس بالحجم الذي يعطل ان يكون هنالك حل سياسي او ان يكون هنالك علاقات ما بين دولة فلسطين ودول مختلفة من العالم. لأن الأمر ليس بهذه الصورة، في تضخيم كبير في وسائل الإعلام، وأنا أقول مؤكدا مش أدعي، أؤكد أنه حجم حماس يتضاءل يوميا في داخل قطاع غزة وبين أوساط الشعب الفلسطيني، وبالتالي نحن نريدهم أن يكونوا جزءا من الوفاق الوطني، ونريدهم أن يكونوا جزءا من النسيج الوطني، ولكن هم مش عايزين. طيب مع السلامة، يعني ليست قضية كبيرة بالحجم الذي يعتقد العالم انه حماس شيء كبير او ذات حجم كبير في الداخل. ولا واحد في قطاع غزة بيحب يشوف خلقة حماس، ولا بيحب يشوفهم موجودين بين الناس، ولا بيحب ان يسمع. امال سيادتك شايف الحل في ايه؟ حل سياسي فقط؟ الحل سياسي، والحل من خلال السلسلة. يعني ادعو بصراحة وبوضوح إلى سلسلة من الإجراءات التي تقوض حماس وتنهي سيطرتها على قطاع غزة وتنهي وجودها في الحياة السياسية الفلسطينية، لأنهم آذونا أذى شديدا وانتهى دورهم عند هذا الحد، لأن دورهم تحول من دور أذوكوا أنتوا فتح ولا أنتوا دولة فلسطينية؟ إحنا كشعب فلسطيني، كشعب فلسطيني، كل التنظيمات وكل المؤسسات تذوب في مقابل مصلحة الشعب الفلسطيني. تمام. هؤلاء قتلوا الناس في الشوارع، سيطروا على البلد، سرقوا مقدراتها، وفعلوا كما فعل ذلك المحتل السيء. وبالتالي أنا بالنسبة لي اللي عايز يكون جزء مني ويكون مسؤول عن قراري أنا كشعب لازم يكون مني، لازم يكون يرعى مصالحي. هما اللي انت على أي أساس تقول أنا لي أخ أكبر يراعي مصالحي؟ لماذا أنت تحب وتحترمه؟ أنت كيف تقول أنه أنا هذا مسؤول عني، هذا جزء مني، هذا والدي، هذا أخويا، لما يهتم بي؟ إنما لما يكون يؤدي إلى أذى كبير ومباشر للشعب الفلسطيني، لا والله مع السلامة، يعني مش ضروري أتمسك فيه. أنا بحبك بس حبني، إنما أنا أحبك وإنت ما بتحبنيش وبتأذيني، مع ألف سلامة. ولم يعد هنالك مبرر لوجودهم في ذرة من أي سلطة أو من حكم في الفترة المقبلة. تمام، بشكرك شكرا جزيلا سفير حازم أبو شنب القيادي بحركة فتح. ده كان رأي السفير حازم أبو شنب وتصريحاته الخاصة طبعا، واللي قال رأيه فيها واضح وصريح في حركة حماس. طيب تعالوا نروح لخبر تاني. والسلطات الفرنسية تداهم مركز شيعي شمال البلاد وتجمد أصول لوزارة الاستخبارات الإيرانية. نفذت الشرطة الفرنسية يوم الثلاثاء 12 عملية في إطار التصدي للإرهاب، واستهدفت مركز الزهراء في فرنسا الشيعي ومسؤولي كلهم في بلدة سان جران شمال البلاد، وأوقفت 11 شخص أبقى ثلاثة منهم محتجزين قيد التحقيق. وكمان أعلنت السلطات المالية الفرنسية تجميد أصول إدارة الأمن في وزارة الأمن والاستخبارات الإيرانية لمدة 6 شهور. نفذت السلطات الفرنسية يوم الثلاثاء كمان عملية أمنية استهدفت هذا المركز، وطبعا تم
تم التحقيق أو بيتم التحقيق في هذه الواقعة. في طبعا هذا الأمر اللي بيزيد من تعقيد العلاقات بين فرنسا وإيران. طيب تعالوا بقى نشوف آخر يعني أخبار وفيديوز على السوشيال ميديا. احنا طبعا امبارح تابعنا مهرجان اسكندرية، والحقيقة الفنان والنجم فاروق الفيشاوي صدم الجمهور وأعلن أنه مصاب بالسرطان، وأعلن أنه إن شاء الله هيحاول أنه هو يقاوم، وأنه طالب من الجميع من جمهوره وأصدقائه في الوسط الفني أن هم يقفوا جنبه. تعالوا نشوف الفيديو الخاص بالفنان فاروق الفيشاوي ونرجع لكم مرة تانية. النجم الكبير فاروق الفيشاوي انا الحقيقه في نفسيتي شويه حاجات كده، استاذنكم جميعا ان انا اقولها. ترددت كثيرا جدا في ان انا اقوله لكم، لان مش عاوز حد يتضايق ولا حد يزعل ولا حد ينزعج، لان انا شخصيا مش منزعج. بعد بعض التحاليل والفحوصات والاشعاعات، دكتور المعالج قال لي فاروق احنا عندك سرطان. قلت له سرطان؟ يعني صداع. فقال لا، فاروق شخط فيا بقى، انا بتكلم جد. قلت له وانا بتكلم جد، انا هتعامل مع هذا المرض كانه صداع. وبالعزيمه وبالاصرار سانتصر على هذا المرض، سأهزمه وهاجي الدورة الجاية 35 لمهرجان الأسكندرية علشان أقول لزميل آخر أو زميلة أخرى مبروك على التكريم. على قد ما الناس الحقيقة جمهور فاروق الفيشاوي وكلنا اتضايقنا جدا وفعلا انزعجنا من هذا الخبر، على قد ما احنا فعلا يعني فوجئنا وسعدنا بإصراره وقوته وتلقيه لهذه الصدمة بهذا الثبات. فاروق الفيشاوي ألف سلام عليك، ويعني من جمهورك ومن محبيك أكيد إن شاء الله بإذن الله هتنتصر على هذا المرض اللعين، وهتنورنا في مهرجان اسكندرية السنة الجاية واللي بعدها واللي بعدها، ويعني إن شاء الله ربنا يشفيك. لسه بنتكلم على هذا المرض اللي بنتمنى أنه يختفي من الدنيا كلها، هذا المرض عدو الجميع. إليسا عملت تويتة عن مريضة سرطان، قالت أتذكرها من ملكة جمال لبنان. قالت يوم السبت داعمة شابة مصابة بالسرطان اسمها ميشيل حجل، وكتبت إليسا عبر تويتر لقد تأثرت كثيرا بقصة ميشيل، أتذكرها من مشاركتها مسابقة ملكة جمال لبنان سنة 2016. ميشيل دلوقتي بتحارب السرطان، عندها 24 سنة. أتمنى لك الشفاء، ونحن جميعا هنا لمساعدتك. وقد تم تشخيص مرض ميشيل للمرة الأولى يناير اللي فات 2018 بعد فشل أكثر من علاج كيميائي أجرته في لبنان. الأطباء نصحوها بضرورة تلقي علاج متخصص في الولايات المتحدة، تكلفته 750,000 دولار. ربنا يشفيها يا رب ويشفي كل مرضانا بإذن الله. دي صورة ميشيل جميلة، وإن شاء الله تنتصر. ميشيل 24 سنة،
إن شاء الله بإذن الله تنتصر على السرطان وتقوم بألف سلامة هي وكل فعلا وكل مريض، نتمنى لهم الشفاء والانتصار على هذا المرض اللعين اللي يعني كلنا بنحاربه بكل الطرق، وإحنا يمكن كمان أكتوبر بنحارب فيه أو بنتكلم فيه كثيرا عن مرض سرطان الثدي، تحديدا محاربات سرطان الثدي. مرض السرطان بيبقى محتاج أكتر لحالة نفسية قوية ولدعم نفسي وأيضا لإصرار على الشفاء. فبقول ميشيل ألف سلامة، بقول فنان نجم فاروق الفيشاوي ألف سلامة، وإن شاء الله طول ما أنتم أقوياء ودعم من اللي حواليكم ودعاء الجميع بإذن الله هتشفوا وتقوموا لنا بألف ألف سلامة. هنشوف في فيديو على فكرة كمان تم تداوله على نطاق واسع جدا من مواقع التواصل الاجتماعي، دي موجة تسونامي هنشوف لو سمحتم بتغمر الشوارع والعربيات في مدينة بالو اندونيسيا، وتم التقاط الفيديو من جراج احد السيارات في مول بالو الكبير. بيذكر الحقيقة ان الحكومة الاندونيسية طلبت يوم الاثنين مساعدة دولية بعد زلزال تبعه تسونامي في كارثة اسفرت عن مقتل 832 شخص على الاقل حسب اخر حصيلة نشرتها السلطات الاندونيسية. سبحان الله، ده صور او فيديو كان من الجراج. طيب دونالد ترامب اتصرف تصرف غريب جدا مع احدى الاعلاميات الامريكيات واتريق عليها وسخر منها في البيت الابيض. سيسيليا فيجا يعني إعلامية بتعمل في شبكة ABC التلفزيونية الأمريكية، تلقت الحقيقة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إهانة مزدوجة ومشهودة أمام إعلاميين بالعشرات، حضروا مؤتمر صحفي أقاموا في حديقة الورود بالبيت الأبيض للإعلان عن تفاصيل توقيع اتفاقية نفتا التجارية مع كندا والمكسيك. تعالوا بس نشوف الفيديو كده ونرجع نعلق عليه. She's shocked that I picked her. No. She's like in a state of shock. I'm not thinking, Mr. That's President. Okay. I know you're not thinking. You never do. I'm sorry? No, go ahead. هو وجه ليها الكلام فهي قامت، سيسيليا فيجا قامت فقال لها انت اتصدمتي لما انا وجهت لك الكلام؟ قالت له لا. فقال لها لا، انا متاكده ان انت اتصدمتي بطريقه فيها سخريه. وقالت له قال لها لا، انا انت لا تعتقدين على الاطلاق، او اتريق عليها بشكل يعني مش ظريف. يعني برضو تصرفات الحقيقه مثيرة للجدل وغريبة جدا من رئيس الولايات المتحدة ورئيس دولة بحجم الولايات المتحدة الأمريكية في يعني في بعض المواقف أو في معظم المواقف اللي بيقوم بها. دي كانت أكتر مشاهدات وأكتر حاجات الناس اتكلمت عنها على مواقع التواصل الاجتماعي. تعالوا نشوف أو تقرير معانا النهاردة دكتور حبش النادي رئيس جامعة العريش، وضع هو والسيد اللواء هشام الخولي نائب محافظ شمال سيناء ودكتور أشرف فراج مستشار مكتبة اسكندرية، وضعوا حجر الأساس لفرع مكتبة اسكندرية في حرم الجامعة بمدينة العريش، وبيأتي ذلك تزامنا مع الذكرى 45 لنصر أكتوبر المجيد وانطلاق العام الدراسي الجديد لتضاف لقائمة الإنشاءات الجديدة بالعريش. مكتبة الإسكندرية في العريش حدث ليس بالسهل، فرع لمكتبة الإسكندرية في جامعة العريش لدعم العمليات التعليمية في سيناء. خطوة جميلة جدا من مكتبة الإسكندرية تمام مع إدارة الجامعة ان هي تنقل صرح علمي هنا. تمام، تبقى لما شرح لنا الدكتور اشرف ان كل حاجه هيبقى هنا بدل ما يسافر هناك وياخد المعلومه هتبقى هنا. النهارده الحمد لله وفقنا وقطعنا حجر اساس، وان شاء الله يتم الافتتاح
في عيد تحرير سيناء في ابريل القادم، الافتتاح الرسمي، وان شاء الله يكون موجود الدكتور مصطفى بالفقي وكل قيادات الدوله وسياده المحافظ وسياده النائب وكل رموز الدوله موجودين ان شاء الله. احنا بدايه باسمي وباسم اهل سيناء جميعا بنوجه كل الشكر والتقدير للسيد الدكتور مصطفى مدبولي على اهتمامه بسيناء، وانه اهتمامه بفتح فرع لمكتبة الإسكندرية في جامعة العريش ده يعني حدث عظيم جدا يؤدي إلى طبعا الاستقرار، وإن شاء الله إحنا نطمح في سيادة القيادة المسؤولة في استكمال جامعة العريش بجميع كلياتها، لأن أبناء سيناء يستحقون الاهتمام بهم في ظل الظروف اللي بتمر فيها سيناء، لأن اكتمال جامعة العريش يوفر على أهلنا في سيناء يعني كتير من الانتقال لجامعات أخرى خارج سيناء. النهاردة بصدد خبر سعيد وبشرة سعيدة بنزفها لأهلنا في سيناء، وهي وضع حجر الأساس لفرع لمكتبة الإسكندرية بجامعة العريش، وده حدث تاريخي، وده هيبقى زي ما قال الدكتور فراج ان هيبقى في تواصل هنا ما بين أولادنا في الجامعة وبين كل الأحداث اللي بتحصل على مستوى مصر والعالم، وده بيوفر معلومة ثقافية لأولادنا، بيوفر لهم الاطلاع، بيتيح لهم التواصل، ودي حاجة كويسة لأهلنا في العريش إن هم يتواصلوا مع أبناء الوادي ويتواصلوا بالعالم الخارجي. طبعا إحنا النهاردة في عرس بتشهده جماعة العريش، عرس كنا بنتمناه من زمان، يعني كان أول حاجة يعني إن يبقى في جامعة باسم أبناء سيناء هنا جامعة العريش. النهاردة تدشين موقع مكتبة الإسكندرية بيعد رسالة قوية من الإرادة والسياسية للدولة إن لا مجال لأي إشاعات تطلق على تهجير أبناء سيناء أو إن الدولة لا تريد التنمية في سيناء. وضع حجر الأساس لفرع مكتبة الإسكندرية في جامعة العريش، إنجاز تاريخي يضاف للجامعة الوليدة ودعم لمسيرة التعليم في شمال سيناء. شريط طبراني، شمال سيناء. تقريرنا اللي جاي مشاهدينا هنشوف فيه مؤتمر عقده الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية. ده كان مؤتمر صحفي الإعلان عن آليات احترافية جديدة بيتم العمل بها لأول مرة لتنظم العمل في مجال المهن التمثيلية وتقنن أوضاعه. حضر هذا اللقاء أعضاء مجلس إدارة النقابة. نشاهد. شوف حاجة، احنا منوطين بحماية الفن المصري. في الفترة الأخيرة ظهرت ظاهرة غريبة جدا وهي انتشار ورش ومدارس تمثيل معظمها يعني ناس بيضحكوا على الشباب اللي عندهم حلم التمثيل وحلم الشهرة الأخير. ده ما يمنعش ان في مجموعة من الورش أو المدارس مجموعة محترمة وصادقة. احنا مش هنقف نتفرج والفن مهنة تملى مهنة دلها. النهارده اللي حاصل في السوق ان اي حد بيجيب اي حد يشتغل واي حد يمثل، لا شايفين نقابه ولا معترفين بالنقابه ولا تصريح النقابه الى اخره. فالنقابه قننت ده، اللي شايف انه عايز يقدم وجه جديد او عايز يمثل يتفضل يخش يروح النقابه، بيسحب استماره، بيخضع لميتنج في الاول، بنشوف ان هو هل لديه موهبه او لا. اذا كان لديه موهبه بيخضع لورشه مدتها 6 أسابيع، ثم بعد كده بنفتح له ملف وياخد اول تصريح ثم يستمر الى اخره. فإنما واحد كده من يجيبه من الشارع ويخش يمثل، لا، لأن في الآخر إحنا المسؤولين عن هذا اللي بيشتغل وإحنا اللي هنديله تصريح، إنما لن يسمح لأحد أنه يشتغل بدون تصريح من النقابة، ودي إجراءات التصريح في النقابة، وإحنا بنعمل شكل إيجابي جدا. بالعكس يعني أنا شايف إن الموهبة الحقيقية هترحب بهذه المشروع. إحنا ما فيش شروط ولا حاجة، إحنا الورش التقييمية لنقابة المهن التمثيلية لغير أعضاء النقابة، أي حد شايف أنه عنده القدرة على التمثيل أهلا وسهلا بيقدم عندنا. أول حاجة بيعمل لقاء شخصي مع مجموعة مدربين بيشوفوا من خلال دراسات علمية
مش من خلال تمثيل، مش من خلال انه هيعمل قدامه مشهد، من لقاء شخصي بيشوف قدرته على الابداع من خلال مجموعه اختبارات كده بتبقى موجوده في علم النفس، زي هتشوف الصوره دي رد فعلك على الصوره شكله ايه، الصوره دي بتشكل عندك ايه، بتفضل انهي اشكال، كل دي لها دلالات نفسيه. هذه الدلالات النفسيه بتحدد هذا الانسان هل عنده القدره على الابداع والابتكار ولا ما عندوش. شاف الصورة دي ازاي؟ الشخص العادي هيشوفها كما هي عليه، الشخص اللي عنده القدرة على الإبداع هيشوفها بشكل مختلف، هيشوفها هتعمل عنده حالة، هتعمل عنده دلالة تانية. هي دي دي الاختبارات الأولانية. أي حد يجي وهيشوفوه والله ينفع هيكمل ويقولوا له تعالى اتفضل حضرتك خش الورشة نقنن بقى مسألة التمثيل بتاعتك. احنا كان فكرتنا بمنتهى البساطة، يعني عشان مش عايز اطول ولا استطرد في كلام كتير جدا، احنا مش هنسيب حد يشتغل من غير تصريح بعد الان، انما مش هنسيب حد موهوب في جمهورية مصر العربية ما يكونش تحت مظلة النقابة. وعشان كده فكرنا في ان احنا نعمل ورشة متخصصة جبنا فيها افضل الناس، ولسه هذه الورشة هتتطور، يعني ممكن هيضاف إلينا ناس تانين من المدربين ويخرج ناس منهم حسب ما هنشوف طريقة الشغل وآلية العمل والنتائج المرجوة. احنا يعني لما هيبقى في الورشة دي هي الورشة الوحيدة المعتمدة المؤهلة للتصريح لمن يجتاز هذه الورشة لاحقا، واحنا ماشيين بعد شوية هنبتدي نشوف الورش الموجودة في السوق، لأنه الحقيقة في ورش موجودة في السوق محترمة ومقدرة ونثني عليها يعني بالأداء وبالعلم اللي عندهم، وفي ناس الحقيقة لا يجوز أبدا ولا يصح أن هم يكونوا بيدرسوا فن التمثيل لحد أو بيعملوا ورشة لحد يدربوه وهم مش مهنيين وهم مش متدربين ولا عندهم أي شهادات علمية. هو طبعا الدفع الأساسي لإنشاء هذه الورشة هو الدفاع عن المهنة، لأن ده شرط أساسي في لائحة المهنة التمثيلية وفي قانون إنشاء النقابات، حماية المهنة وتنمية مهارات الفنان اللي بيمارس المهنة. كانت في اللائحة القديمة كانت في لجنة بتسمى لجنة التقييم، أي حد عايز يمارس مهنة التمثيل بيتقدم أمام هذه اللجنة، وكانت بتبقى مشكلة من مجموعة من الفنانين الكبار ويتم اختباره ويقولوا هذا يصلح للتمثيل أو لا يصلح للتمثيل، وبناء عليه إذا كان يصلح فكان بيتفتح له ملف وبعد كده ممكن ياخد تصريح. النهاردة طبعا في زخم في السوق، في مسلسلات كتير بتتعمل بناء عليه، اتفتح كتير أو مكاتب كاستنج ورش فنية، وبناء عليه الناس أصحاب شركات الإنتاج يتعاونوا مع هؤلاء الشباب والشابات اللي هم خريجين هذه الورش دون اللجوء إلى النقابة. الهدف الأساسي من النقابة هو حماية المهنة، فأنا لازم أحمي أعضائي وأحمي مهنتي، أحمي أعضائي إنه هو لازم يشتغل، وأحمي مهنتي إن أنا أبعد الدخلاء اللي هم غير قادرين على التقدم للجمهور المصري أو الجمهور العربي بمواهب حقيقية. قبل ما نروح لتقريرنا الأخير في فقرتنا الإخبارية هذا الصباح مشاهدينا، في خبر عاجل، رئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يضع إكليلا من الزهور على قبر الرئيس الراحل الشهيد أنور السادات في ذكرى انتصارات أكتوبر 45. كل عام ومصر كلها بخير يا رب إن شاء الله، وسلام ونصر وعزة. آخر تقرير قبل ما نروح لفقرة الشباب ودوره في صناعة الحاضر والمستقبل، وهيكون ضيفنا دكتور عبد الله المغازي. هنشوف دلوقتي بمناسبة مرور 20 سنة على افتتاح ملاعب الجولف بنادي الجولف بدريملاند، كرم الدكتور أحمد بهجت رئيس مجموعة شركات بهجت فريق العمل الذي شارك في إنشاء وتطوير الملاعب، وكرم أيضا بعض الممارسين في الجولف. نشاهد. Thank you.
أقام نادي جولف دريم لاند احتفالية بمناسبة مرور 20 عاما على افتتاح ملاعب الجولف بالنادي، شهد خلالها الدكتور أحمد باجت تكريم فريق العمل الذي شارك في إنشاء وتطوير الملاعب حتى وصولها بصورتها المشرفة، إضافة إلى بعض الممارسين المتميزين في اللعبة. احنا سعداء جدا ان فات 20 سنة على افتتاح ملعب الجولف ده، دي كانت كلها صحراء جرداء ما فيهاش اي حاجة خالص. ربنا اكرمنا ان احنا نقدر نعمل ملعب جولف جميل والناس كلها استمتعت بيه خلال 20 سنة الماضية، والحمد لله عندنا اعضاء كتير واظهروا حبهم واحترامهم للمكان لانه متحافظ عليه بطريقة كويسة من ناحية الزراعة، والناس مبسوطة جدا لان كل دول اعضاء موجودين في النادي. فالحمد لله ان احنا نجحنا ان احنا نسيب اثر طيب مع كل الناس، ووجود كمان فنادق الهيلتون وسويس ان وفي قلب يعني في قلب ملعب الجولف بجانب هيلنا اللي فوق ناحيه الدريم بارك. فاحنا سعداء جدا النهارده بوجود الناس دي وبالسعاده اللي هي كلها الناس حساها، لانه فعلا عمر من 20 سنه كانت دي صحراء كلها ما فيهاش حاجه خالص. فالحمد لله الخضره دي كلها ما تبص، والاشجار والجمال اللي موجود بتاع الطبيعه ده، دي نعمه من عند ربنا بنشكره عليها. يعني احنا الحقيقه عملنا حاجات سنه 2003، كان الملعب محتاج شويه تعديلات، والدكتور احمد كلمني انا كنت بشتغل معاه في المجموعه الصناعيه، فطلب ان انا وانا بلعب جولف من 30 سنه يعني، فطلب ان انا اشوف. جبنا الدكتور حفني والحقيقه قام بمجهود كويس قوي في الملعب، وفي الاول كنت بتعاون معاه في ان احنا نجيب سواح وسياحه، وكان في فتره ايام ما كانت السياحه في مصر يعني في حاله احسن من دلوقتي. جبنا فاكر في موسم واحد جبنا اكتر من 1000 سائح جم يلعبوا جولف هنا وقعدوا في الهيلتون. يعني تعد ملاعب جولف دريم لاند من افضل واطول الملاعب المتواجده بمصر، وتم تصميم مخطط الملاعب على ايدي اشهر المهندسين المعماريين على مستوى العالم، وهي مطابقه للمواصفات القياسيه العالميه ومستوفيه الاشتراطات الدوليه لملاعب الجولف. وشهدت ملاعب الجولف بالنادي اقامه عدد من البطولات المحليه والعربيه والافريقيه والدوليه، منها البطوله العربيه للجولف والبطولة الإفريقية للجولف وبطولة الأهرام الدولية المفتوحة للجولف. احنا ابتدينا إنشاء الملعب من سنة 95، وكان المصمم مكتب خبرة أمريكي، وأنهيناه في سنة 98، وفي الفترة من 98 حتى 2018 ما اكتفيناش بالإنشاء اللي تم في خلال الفترة ديت، استعنا بخبرة أمريكان وأيرلنديين، وعدنا تاني تصميم بعض الملاعب علشان نواكب الانشاءات اللي تمت في مصر بشكل عام، لان دريم لاند كانت سباقه بانشاء الملعب. انشاء الملعب سنه 95 كان في حوالي ملاعب قديمه 3 4 ملاعب في مصر، بعد كده ابتدت الصيحه بتاعه انشاء الملاعب الجولف. الحمد لله احنا دلوقتي بعد التطورات اللي تمت في الملاعب وصلنا لمرحلة ان احنا ملعبنا بقى قديم وحديث، قديم من حيث الانشاء واللاندسكيب الرائع اللي هو مش موجود في اي ملعب تاني اعتقد في مصر، لان احنا مهتمين بيه جدا، وحديث بالنسبة للتطور بتاع اللعبة، لان لعبة الجولف متطورة بشكل مستمر، واحنا الحمد لله واكبنا هذا التطور بالاستعانة بالخبراء الاجانب مع الدكتور حفني حجازي، وعدنا تاني إعادة تاني، عملنا ري شيبنج، شلنا بعض الملاعب وعدنا تاني عملنا لها شيبنج من ناحية الإنشاء ومن ناحية الزراعة كمان. هنا من أول ما اتفتح الجولف من 20 سنة، واختلافات طبعا كتير، الباجيز والجرين والمانتيننس وكله، يعني كان واحد 100% تغيير يعني في خلال 20 سنة دول. انا النهارده كسبت المركز الثاني في السوبر فور ب 40 بوينت، ومفروض اجيب 36 بوينت، ده الهاند كاب بتاعي، جبت 4 اندر، سو ام رانينج اب يعني المركز الثاني. الحمد لله يعني بذلت مجهود واتكلل في الاخر. امكانيات كبيره تحظى بها ملاعب الجولف بدريم جعلتها قبله لكثيرين من عشاق هذه اللعبه، في ظل امتيازات كبيره تحظى بها الملاعب بجانب وجود عدد من افضل الخبراء والعاملين على اداره هذه الملاعب. عمرو موسى،
نهاية الأسبوع. طبعا مفيش شك ان فئه الشباب في اي مجتمع هي الفئه اللي بتبني، هي الفئه اللي بتفكر، هي الفئه اللي المفروض بتتخذ قرارات مهمه جدا ومصيريه جدا. بما ان مصر اكثر من 60% من شعبها شباب، فكان في اهتمام من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشباب بشكل كبير جدا منذ توليه الرئاسه. كل شهر مؤتمر للشباب، وطبعا المنتدى منتدى شباب العالم ان شاء الله هيكون الشهر اللي جاي. هنتكلم عن هذا الموضوع مشاهدينا، مشاهدي نهاية الأسبوع، وهنتكلم إزاي بيتم تمكين الشباب، وليه بيتم تمكين الشباب في مصر، وإيه اللي حصل في الفترة القليلة دي بعد ما كان الشباب لمدة عقود طويلة مهمل، ومحتاجين إيه علشان نوصل لأعلى درجة أو لدرجة المثالية أو البرفكشن زي ما بيقولوا. خلونا نرحب بضيفنا اللي منورنا في الاستوديو، أستاذ دكتور عبدالله المغازي، معاون رئيس مجلس الوزراء السابق. أهلا بك يا دكتور. أهلا بحضرتك يا فندم، دايما منورنا في نهاية الأسبوع. وطبعا خلينا نتكلم الأول يعني في إطار إن إحنا منتدى شباب العالم ان شاء الله الشهر اللي جاي نوفمبر، وكان في نتائج مرضيه جدا من السنه اللي فاتت للسنه دي. حضرتك شايف يعني دور الشباب ازاي في هذه الفتره الوجيزه؟ يعني زي ما حضرتك قلتي في بدايه كلامك المحترم عن الدوله المصريه، في فعلا اهتمام كبير جدا بالشباب، بس كان الاهتمام ده كان اهتمام غير ممنهج. يمكن في عهد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكان بداية مع دولة رئيس الوزراء المحترم المهندس إبراهيم محلب، ابتدينا ان احنا نحط منهج لتمكين الشباب. فابتدينا بفكرة المعاونين، سواء كان المعاونين للوزراء، المعاونين للسيد رئيس مجلس الوزراء، معاونين ايضا للمحافظين، والعديد بقى، خدي بقى من رؤساء مدن احياء. يمكن دولة رئيس الوزراء الحالي المهندس إبراهيم مدبولي كان عامل حاجه مدبولي. مصطفى مدبولي نقدر نقول ان هو عمل حاجه ممتازه جدا، ان هو عمل تمكين حتى لرؤساء المدن يبقى لهم معاونين من الشباب. الى ان ابتدى ان هو فعلا يمكن مجموعه من الشباب في مراكز محترمه جدا، ودي برضو سنه كويسه. فاحنا بنتكلم في مرحله من التمكين العشوائي الاول بعد ثوره يناير وثوره 30 يونيو، الى ان وصلنا الى التمكين الممنهج المنظم والمنظم، اللي هو بقى فيه كوادر شبابية. احنا شفنا مجموعة من الشباب المحترم جدا، من شباب البي ال بي، بدأوا ان هم يمسكوا نواب محافظين، ودي حاجة خطوة ممتازة جدا. شفنا مجموعة شباب معاونين مسكين مع المحافظين ومع السادة الوزراء. شفنا منهج محترم جدا من السيد الرئيس فيما يتعلق ب علاقته بالشباب، وهو منتديات الشباب الدورية جداً. اللي هي الشهرية. ما بالظبط دي بقى، ده كان سؤالي دكتور عبد الله. ده مهم جدا. في دلوقتي كان دايما مفيش تواصل، وكان مشكلتنا طول الوقت ان احنا ما عندناش تواصل مع المسؤول. احنا كشباب مش عارفين نقول فكرنا ايه، مش عارفين نقول احنا عايزين ايه، طب احنا مش عايزين ايه. بتأتي هنا أهمية أن بيكون في حديث مباشر وجلسات مباشرة بين الشباب ورئيس الجمهورية، بيقول الكلام، بيسمع، بيرد في ساعتها. كل ده بيحصل، بيتخذ القرار كل ده في ساعتها. صحيح. ده بيجي كمان رد على، وعايزة برضو تعليق من سيادتك على، أن في ناس أو بعض الناس بتقول أن لا، أنتوا لسه مش مؤهلين قوي أن أنتوا تمسكوا المناصب، وأنتوا محتاجين كذا ومحتاجين كذا، مع أن في شباب يعني فعلا بيكون عندها أفكار رائعة جدا محتاجة ل يعني مجهودات تنفيذ.
و... وتعاون بينهم. يعني مش الواحد يعني مش عايزين نطلع مثلا كل واحد يقول حاجه لوحده او ينفذ لوحده، بالعكس احنا صحيح. مؤمنين جدا بالعمل الجماعي. فاهميه هذه المؤتمرات بتكون رد على هذا الاتهام، ولو سيادتك اكيد عندك تعليق على هذا الاتهام ده، ما مش جاهزين طبعا. لا هو الكلام غير صحيح، لان احنا كنا لما بنيجي نتكلم عن تمكين الشباب كان البعض بينزعج يقول لك هو القصه قصه شباب وبس. يا جماعه نحن نتحدث عن تمكين اصحاب المهارات. أيوة. تمكين الكفاءات. وانا ما عنديش مانع ان انا العبره في تولي المنصب العام هو الكفاءه. الكفاءة دي لقيتها في شاب يبقى كويس جدا، لأنك أنت سوف تجمع ما بين الكفاءة والنشاط الحيوية اللي هو تنزل تروح تيجي، يعني في حيوية بالإضافة للكفاءة. طيب هذه الكفاءة موجودة في شخصية كبيرة في السن، ويلكم. احنا المهم ان يكون الصالح العام ان مش بالكفاءه، بالاقدميه، بالسن. بصي بتخش فيها احيانا يقول لك ان السن ده بيبقى فيه الخبره، في الثقه، الى خلافه. بس احنا برضو محتاجين ان احنا نستفيد بالخبرات اللي قبلينا بس بطريقه معينه. هو ده ازاي تصنعي هذه التوليفه. ولذلك سيادة الرئيس في الاختيارات الأخيرة عمل توليفة جميلة جدا ما بين الخبرة المتمثلة في بعض السادة المحافظين وما بين الشباب. فلما يكون في خبرة مع مجموعة شباب أنا أعتقد أن ده يعمل ناتج كويس. وعشان التجربة دي تنجح أنا ناديت أكتر من مرة، واسمحي لي أن أنا أقول في هذا البرنامج المحترم أن لازم تتعمل مجموعة عمل سواء في رئاسة الجمهورية أو في مجلس الوزراء مهمتها أن هي تساعد مجموعة الشباب اللي احنا لسه ممكننهم، بالذات النواب المحافظين. يمكن احنا كمعاونين كنا ملناش صلاحيات، يعني احنا كنا نعتبر بمثابة مساعدين، ماليش أن أنا أتخذ قرار إلى خلافه. لكن السادة النواب اللي احنا مسكناهم كمجموعة من الشباب مع السادة المحافظين، لا دول ليهم قرارات. فلازم يتعمل مجموعة عمل مهمتها هذه المجموعة ازاي تساعد مجموعة الشباب وتحاول تذلل لهم المصاعب عشان برضو تضمن ان يكون هناك تعاون ما بين المحافظ وما بين النائب بتاعه. خلي بالك انت بتتحدثي ممكن يبقى محافظ 70 سنة وشاب قاعد معاه عنده 28 او 29 سنة. ده انا بتكلم عن الواقع بالفعل اللي هو بتلاقي في عندك محافظ 60 و70 سنه وفي شباب البي ال بي اللي ما بينهم ما بين 28 29 سنه الى حاجه و30 سنه. وهنا مش هيحدث اي مشاكل لو اتعاونوا مع بعض. هو ده. او لو سمعوا بعض. هو ده. ولو انا استفيد من اللي اكبر مني وهو برضه. مين بقى اللي يقدر يقرب وجهات النظر؟ مجموعه رصد تكون حقيقيه مهمتها انجاح التجربه. ان انا يا جماعه طب في ايه، طب كذا، طب ايه المشاكل اللي بتواجهك، اقعد اسمع الشاب واقعد اسمع المحافظ. ممكن تحصل تاتشات، ممكن يحصل تحييد للشاب وهو قاعد في مكانه. تحييد يعني ايه؟ باختصار يبقى قاعد على المكتب ولا بتاعه ليه لازم. ولا ليه لازم. فهذه التجربه الحقيقيه اللي انا بعتبرها تجربه ناجحه للشباب. احنا انا واحد من الشباب ناتج هذه التجارب. يعني انا توليت منصب مستشار للمجلس الأعلى قوات المسلحة اللي هو يعتبر مستشار رئيس الجمهورية. ثم توليت كنت عضو مجلس نواب، ثم كنت متحدث رسمي لحملة الرئيس اللي هي الحملة الأولى. ثم معاونا لرئيس مجلس الوزراء. طب ما هو لولا أن السادة المسؤولين وخصوصا سيادة الرئيس شافني وشاف الشغل بتاعي، والمهندس دولة رئيس الوزراء السابق المهندس إبراهيم محلب شاف كواحد من الشباب وشاف غيري من مجموعة من الشباب، ما كناش تمكننا. إذن ابتدى المسؤولين يسمعونا وابتدوا يختاروا منا الكفاءات، وهو ده ناتج الحتة اللي حضرتك بتقول عليها. إحنا كنا محتاجين إن المسؤولين يسمعونا ومحتاجين إن المسؤولين يتفاعلوا معنا، وده الحواجز اللي أزالها سيادة الرئيس، لدرجة إن إحنا في بتبقى فقرة ثابتة في منتديات الشباب بتاعتنا بقى المحليه اللي هي اسال الرئيس. اسال الرئيس وبيبقى الشاب بيرفع، وده على الهوا يعني. مفيش بقى نظام حاجه سابقه، لا على الهوا. لدرجه ان كان من ضمن الحاجات اللي كان سياده الرئيس اتكلمنا فيها وفورا، دي من التوصيات وتم تنفيذها فورا، التوصية بالإفراج عن الشباب المحبوسين. اللي هو بالصدفة، وده أمر طبيعي على فكرة، لما بيكون عندك مظاهرة عندك مشاكل ممكن بالصدفة
ثلاثة أربعة متهمين ويبقى في واحد معاهم يتم القبض عليه في الزحمة. فلما يتم بحث الحالات العديد والعديد من حالات التي تم الإفراج عنها ده نتيجة إيه؟ أن المسؤولين ابتدوا يسمعونا كويس. يبقى في مؤشرات إيجابية للغاية سواء في التمكين أو سواء في سمع آرائنا وأفكارنا اللي احنا كنا محتاجين وابتدت فعلا على الأرض نشوفها كواقع ملموس. هايل. طيب إذا نظرنا للموضوع بنظرة يعني أعمق شوية دكتور عبد الله، وفي برضو أنا كده محتاجة إيه علشان أصل لأعلى إحنا دايما بنحلم بنحلم إن إحنا طبعًا. نوصل لأعلى درجة من التمكين وأعلى درجة من إن إحنا نسمع في يعني قصة إن أنا أستفيد طبعا أكيد من اللي أكبر مني أو اللي أقدم مني دي مهمة جدا. يعني أحد الناس أحب دايما أسمع تجارب الآخرين مش بنفذها كوبي بيست، بس لازم أسمعها، لازم يبقى عندي باك جراوند. النقطة الثانية أنا بقى محتاجة آليات. يعني إيه؟ يعني أنا محتاجة، وده بيحصل بالفعل، نهوض بالتعليم، نهوض بالصحة، نهوض بالثقافة. ليه؟ لأن اللي حضرتك بتقوله سواء كان عند الرئيس عبد الفتاح السيسي لما ابتدى إن هو يعني بتوصية مباشرة منه لا اهتموا بالشباب اسمعوهم ولهم المناصب، الكلام ده كله مهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء السابق، دكتور مصطفى مدبولي، يعني ده فكر. فانا محتاجه اعزز الفكر، لان في ناس عندها الفكر وفي ناس ما عندهاش. يعني في ناس لغايه دلوقتي في مناصب ما بيبقاش عندها فكر، يعني ايه اجيب شاب صغير 25 سنه ولا 29 سنه احطه في منصب وهيقول ايه؟ يعني هو ايه الخبره اللي عنده؟ لما انا يعني مش هديله المنصب مره واحده، تاني حاجه لازم اسمعه لان هو اكيد هيبقى عنده فكر مختلف، تالت حاجه اشوف الحاجه المناسبه انقل له خبره، يعني يبقى فيه حوار بيحصل. الفكر ده أنا أعززه إزاي؟ بصي، كان سيادة الرئيس كان قال لنا مثل حلو جدا لما كنا بنجتمع معاه كمجموعة شباب في الحملة الأولى. يمكن الحملة الأولى كانت بالنسبة لنا مدرسة كبيرة جدا، لأن كنا بنجتمع بالسيد الرئيس يوميا من 8 ساعات إلى 12 ساعة نتيجة اجتماعاتنا الدورية بكل فئات الشعب. أكيد بقى بتستفيد كلام وخبرات. مثل هقوله لحضرتك بقى، أتمنى كل مسؤول يسمعني دلوقتي عشان يستفيد من هذا المثل. في حكاية التمكين يجي إزاي؟ قال أنت لو أنت عندك شركة تتمنى مين اللي يديرها؟ حد غريب ولا ابنك؟ أكيد هتتمنى إن هو ابنك يدير هذه الشركة، ده طبيعي. أي أب بيفكر في مين ابنه أول حاجة. طيب أنا عشان أمكن ابني تمام؟ لازم بالتأكيد هبقى عاوزه ينجح، ده أول حاجة جوايا، لازم يبقى عندي النية إن أنا نفسي أنجح ابني. طب أنجحه إزاي؟ قال لك ما تجيش الولد تروح قايل له كده في يوم وليلة أنا كبرت بقى وتعالى أنت أمسك تبقى أنت رئيس الشركة، أكيد الشركة هتغرق. طب أعمل إيه؟ الأول أقول له تعالى أقعد، أو مثلا كم شهر تعالى أقعد اسمع اتفرق. شوف أنا بعمل إيه. التلات أشهر بعديهم أقول له إيه رأيك في الملف ده؟ ده ملف من ألف ملف تحت إيد أنا كأب، دير لي هذا الملف وريني كده هتعمل فيه. لما لقيه إن هو نجح في هذا الملف أقول له في خمس ملفات كمان هم، ثم ست ملفات، ثم كذا، ثم أقول له إيه أنا ابتديت بقى إيه أتعب، دير أنت كده إيه، ويبقى تحت إيه عينيا برضه، يبقى أنا كده هيدير الشركة. يبقى هو ده التدريج. وقال حتة كويسة جدا ودي اللي أسعدتني، قال لك إحنا ولادنا لو أخطأوا ما جيبش رقبته، يعني أقول له خلاص أنت باي باي بقى، أنا اديتك فرصة وأنت أخطأت. طب ما هو الكبار بيخطئوا، ما هيتعلم إزاي؟ هيتعلم ما إزاي؟ لازم يغلط عشان يتعلم. فقال هي دي بقى ليجب أن يكون لدى المسؤول النية لإنجاح الشباب، الوقوف بجانبه، لأنه شئنا أم أبينا هم دول اللي هيبقوا قادة المستقبل. هذا المثل الرائع اللي أنا حكيته لحضرتك في عملية التدريج هو ده اللي المفروض يتبناه أي مسؤول. تمام؟ إن أنا أعمل تدريج، الأول يقعد يتفرج، ثم ملف واحد، ثم عدة ملفات، ثم 50% من الملفات، ثم ممكن أسند ليه أمر بحاله. تمام؟ هذا هو الآلية الحقيقية التي يجب أن يتبعها أي مسؤول إذا أراد أن ينجح التجربة المتعلقة بالشباب. صحيح. وده برضو بيخلينا نقول إيه، يعني إحنا عايزين نمنع التخوف، لأن برضو لما بيبقى في مجموعة شباب ماسكين مجموعة ملفات زي ما سيادتك بتقول في أي مؤسسة أيا كانت، فبيبقوا متخوفين فعلا من قصة تجيب رقبته دي. صحيح. خايف جدا، فبالتالي ممكن ما
يعني ما يأديش بأريحية، ممكن ما يطرحش كل أفكاره لأنه ممكن يبقى قلقان. أنا محتاجة أطمنه، ده اللي بيحصل في المؤتمرات. أنا عايزاه يطبق في كل مكان، يعني عايزاه يطبق في زي ما احنا بنشوف كده في كل المؤسسات، في كل شيء حتى الرسميه وغير الرسميه. مش ان انا استغنى، قصه ان انا امكن الشباب مش هستغنى عن الاكبر مني، عمري ما هستغنى عن الاكبر مني، وعمري ما هستغنى عن الاكفأ. بالظبط، دي حته مهمه جدا. مره اخرى، ليس المقصود بتمكين الشباب هو ان انا اجيب واحد شاب في منصب يبقى انا كده تمام. لا، المعيار الاول نحن نبحث عن الاكفأ ونبحث عن صاحب الرؤيه، تمام؟ ويحبذا لو كان صاحب الرؤيه وهذه الكفاءه من الشباب. فاحنا كل اللي احنا عاوزينه فقط كمجموعه من الشباب ان التواصل مهم جدا، يعني سياده الرئيس بيضرب لنا نموذج محترم جدا بان هو بيسمع الشباب، بياخد بارائهم. يعني لو تفتكر الشاب بتاع اسوان لما قال له ده احنا في كذا والمسؤولين بيعملوا ايه، ده في ساعتها في قال له انا هقوله مش عارف ممكن يحصل لي، قال له ما تخافش مش هيحصل لك اي حاجه. لماذا ينزعج المسؤول من الصراحة؟ وأحيانا بيبقى فيه فرط حماسة من الشباب في الكلمات ممكن تبقى صعبة. لو المسؤول بيتعامل مع هذا الشاب زي ما الرئيس تعامل مع هذا الشاب من أسوان كأب، مش هينزعج، قال له ما تخافش، طب خلاص هنروح نشوف، وهو زيارة مفاجأة ملهاش علاقة بأي ترتيبات. وقال لا حاضر وهنعمل وما تخافش ومحدش هيقدر يجي جنبك إلى خلافه. تمام. ده أنا نموذج لازم يتعامل مع كل المسؤولين، عدم الانزعاج من الرأي حتى ولو كان الرأي يخوف شوية للوهلة الأولى، لأن الشاب هو أكيد عنده رأي مختلف، مستحيل يبقى رأي مطابق. إحنا كمجموعة من الشباب نفسنا إيه؟ نكون بلدنا أحسن بلد. يعني هو أنا مش قصدي وأنا بقول رأيي إن أنا يعني عرضه خلاص، لا ده انا الشاب ده بيتكلم عن مثلا الصرف الصحي اللي بيترمي في النيل مباشره. طب هو عاوز ايه؟ عاوز بلده تكون كويسه وبناء عليه صحتنا. احنا الامراض اللي سعادتك عماله تتكلمي عنها اللي هو السرطان والفشل الكبدي، انا اكتشفت كواحد من الشباب وانا كنت معه رئيس مجلس الوزراء، قلت لهم انا مستعد اقول لكم على حل بسيط جدا توفروا فيه اكتر من ثلث ميزانيه وزاره الصحه. نحن نعالج العرض وليس المرض. اكتشفت ان اكتر من 60 او 70% من القرى الواقعه على نهر النيل بترمي مباشره، ركزي في دي، مباشره الصرف الصحي في النيل. جريمه مباشره من اول اسوان لحد هنا. مصيبة. ده بيترتب عليه مصيبة. ايه حضرتك؟ هو السرطان والفشل الكبدي وفيروس ايه والى خلافه بيجي منين؟ يا اكل يا شرب. الاكل طبعا بيتروي منين؟ من الميه دي بتاعتنا. والشرب اللي هي الميه بتاعتنا اللي احنا بنستعملها. فانت حضرتك اغلب الامراض بتيجي من تلوث، بسبب التلوث المياه او بسبب تلوث الاكل. فيروس سي اللي احنا يعني الدوله رصدت ميزانيه كبيره جدا للقضاء على فيروس سي وقوائم الانتظار في كذا وكذا وكذا، والامراض المعديه والامراض معظم الامراض الكبديه بتبقى مشاكلها. وعلى فكره ما حدش يجي يقول لي اصل احنا بيرموا هنا على ناحيه القريه دي ولا دي واحنا مالناش دعوه. لا، الفواكه والخضروات اللي بتتروي بيها احنا يعني كل الناس بتاكلها، فما حدش بس اصل انا بتضايق جدا من كلمه اصل احنا مش مالناش دعوه بالحته دي. لا، دي مهمه جدا. احنا كنا ابتدينا ايام دولة رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب لما عملت الملاحظة دي وقلت لدولة الرئيس احنا عندنا كذا كذا، ابتدينا نحط برنامج ليه. يمكن ما حصلش بقى نصيب ان احنا كملنا نتيجة دولة رئيس الوزراء مشي وانا كمان مشيت. عملنا برنامج لاني نخلي كل القرى اللي على نهر النيل من أسوان الى النصل الى الأسكندرية ما ترميش. فابتدينا يا دوبك لسه بنعمل البرنامج، ما حصلش نصيب ان احنا كملنا بقيه البرنامج. لكن انا بدعو دوله رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الى اني سرعه ان تكون كل القرى والمدن اللي موجوده على نهر النيل بما فيها حتى للاسف انا اكتشفت حاجه كانت كارثيه، مصانع وشركات حكومية بترمي ده ايه بقى؟ مش صرف صحي، صرف صناعي وهو الأثقل والأصعب على الصحة المصرية. أنا بقول للحكومة المصرية إذا خليت الشركات والقرى، وده مش صعب على فكرة لأن معظمهم في ظهرهم قرى
ومدن ليها صرف صحي، يتعمل برنامج سريع وقوي. انا بقول لهم اهو هتوفروا اكتر من تلت ميزانية الصحة، وهتوفروا مليارات بسبب الصرف. يعني انا بصرف مليارات على فيروس سي، تخيلي المليارات دي جزء منها لو اتصرف على الكرة وتعمل لها صرف صحي ما يترميش في النيل، انت بتعالجي مستقبل اللي موجود واللي جاي كمان. بالظبط، هي الفكر تاني، هرجع للفكر، هرجع للانتماء. ادي فكر شباب. بالظبط، هرجع للفكر، هرجع للانتماء، هرجع لان احنا فعلا اذا الانتماء معزز عن طريق الثقافه وعن طريق التعليم وعن طريق يعني هذا التواصل اللي بيحصل طول الوقت في المؤتمرات وغيرها، هيبتدي يبقى عندنا انتماء. فاذا شفت غيري بيعمل حاجه غلط انا اللي هقف له. في دكتور عبد الله، يعني عايزين برضو نعرف الواجبات بقى اللي علينا ايه، بس خليني اقول لسيادتك كان في الحقيقه بيان صحفي من مؤتمر او خلينا نقول منتدى شباب العالم، ان شاء الله هيكون الشهر اللي جاي، منتدى شباب العالم 2018 اتخذ الاعمده السبعه للشخصيه المصريه محور لفعالياته هذا العام، ودي نقطه جميله جدا ومميزه جدا. طبعا هينطلق من شرم الشيخ، وكان الحقيقه هذا البيان كان طبعا عن الدكتور ميلاد حنا، هو احد ابرز المفكرين السياسيين في مصر، وحصل على بكالوريوس الهندسه المدنيه وليه عده افكار. هو الاعمده السبعه، علشان ما اطلش على حضراتكم، الانتماء فرعوني. مصر الفرعوني، اليوناني الروماني، انتماء مصر القبطي، انتماء مصر الاسلامي، انتماء مصر العربي، انتماء مصر البحر المتوسط، وانتماء مصر الافريقي. انا بس عايزه يعني عايزانا نعرف احنا مين، علشان يعني نكون اكثر اعتزاز وفخر بنفسنا. احنا باختصار شديد، مع كل الاحترام لعالمنا الجليل رحمه الله عليه الدكتور ميلاد حنا، احنا بوتقه حضارات، احنا ملتقى اديان، احنا اللي موجودين في وسط البلد. لو اي مواطن مصري زار وسط البلد هيلاقي في وسط البلد شارع فيه كنيسة، ونفس الشارع في اخره فيه معبد يهودي، وبعديه بخطوتين ثلاثة في جامع. الكلام ده انا بقوله، مش بقوله انشا، لا ده موجود في وسط البلد، موجود في اماكن كتير. لا انا بتكلم تحديداً وسط البلد تحديدا، اللي هي بتتكلم على ان المصريين في معبد يهودي، في كنيسة، في مسجد. نحن اختصار شديد عشان اوفر على الناس، بدل ما اقول له احنا فرعوني بحر متوسط، لا، نحن بوتقة الحضارات التي نتج عنها في الاخر الشخصية المصرية. يمكن الشخصية المصرية في ابهى صورها كانت في الفترة اللي كان فيها الدكتور طه حسين، اللي كان فيها الدكتور أو الأستاذ عباس العقاد، فيها الكتاب الكبار، الفنانين الكبار، سواء مختار إبراهيم، غيرهم من الشخصيات الكبيرة جدا، اللي هي تقدر تقولي هي ديت الشخصية المصرية. الشخصية المصرية استطاعت أن تنصهر فيها، تمام، مش هي اللي تنصهر في الحضارات الأخرى. يعني باختصار، بطلميوس لما جه مصر، لما لقى هو الاسكندر الاكبر، ودي تاريخيا يعني، لقى المصريين بيعبدوا ايه، بيعملوا ايه، عشان يتقرب منهم، وعرفوا ان هم بالنسبه لهم الحاكم هو اله الى خلافه، عمل نفس الطقوس المصريه، مش العكس، لان في يعني في في شعوب تانية المحتل او اللي جاي من بره هو اللي اثر فيهم، لا، احنا العكس طول الوقت على مر العصور، العكس كان بيحصل. احنا من الشعوب القليله جدا اللي بتاثر في المحتل طلع من عندنا، يعني احنا الوحيدين اللي خلينا الانجليزي يتكلموا عربي، مش العكس خالص، تمام. يعني مثلا الانجليز مع كل الاحترام، مثلا في الهند ما راحوش يتكلموا هندي، لا، الهنود بقى بيتكلموا انجليزي، تمام، وغيرهم من الشعوب. بدون داعي لذكر اسماء شعوب معينه، كلها طبعا شعوب محترمه وحضارات كبيره ومحترمه، ولكن انا بتحدث شخصية. كيف يتم التاثير، نتج عنها شخصيه مصريه هي بوتقة حضارات. يعني أنا كنت أتمنى يكون عنوان المنتدى مصر بوتقة الحضارات وملتقى الأديان، تمام. ده هي مختصر للأعمدة السبعة. تمام. طيب قبل ما نكمل حوارنا، معنا تليفون متابعنا دلوقتي على الهواء، سيد اللواء مجدي الشاهد الخبير الأمني، وعنده رأي في موضوع الشباب. سيادة اللواء، ألو. اهلا بيك بسيادتك، وصباح الخير على سيادتك واسره البرنامج والدكتور عبد الله. اهلا بيك يا سياده اللواء، اتفضل. كان حضرتك متابعنا وكان عندك يعني تعقيب عايز تقوله، اتفضل يا فندم.
استاذنك في عجاله كده عشان عارف وقت البرنامج. انا طبعا لا اشكك في الشباب ولكن اضع بعض النقاط سريع جدا في اقل من دقيقه. اتفضل. المراكز القياديه تستدعي مش النزول والجري ومعرفه المشاكل، كلنا عارفين المشاكل، ولكن تقتدي بالدرجه الاولى وضع السياسات العامه للوزاره او الهيئه اللي هيمسكها او المشاركه على الاقل في وضع هذه السياسات اذا كان نائب للمحافظ على سبيل المثال. تمام. ما تتطلبش مجهود شباب. نمره اثنين، الشباب في مشكله قد تؤدي الى حبس وهو في موضع المساءله لانه مندفع شايف في حلول ولكن ينقصه الخبره في ان في تشريعات قانونيه وتنظيميه بتحكمني، زي يقول لك لا مش مشكله انا عايز بالامر المباشر اتعاقد مع كذا، انا مش ماليش دعوه بالروتين، فاذا بيفاجئ بانه يتحبس لانه ما بيتبعش الاساليب القانونيه واجبه الاتباع زي الممارسات او المماطات او غيره. ويخش بالامر المباشر وناسي ان في تشريعات بتحكمه. انا اجد انه الفرصه السليمه للشباب مش لازم تكون في نمره واحد، ولكن استعين بيك فين بقى؟ صحيح. حاجه اسمها فرق العمل، ودي موجوده في كل الدنيا. اكلفك بمأموريه محدده على سبيل اليقين. خمسه سته من الشباب والقيادات لو سمحت انهيلي المشكله دي، يبقى انت بتعاونني في انهاء مشكله واسمه فريق عمل يبين لي مجهوده، لكن مش شرط انه اتبوأ مركز الصداره اللي بيتطلب بالدرجه الاولى الخبره الكافيه حتى يتجنب ان يضع نفسه تحت مساءله القانون. تمام. حتى يثبت جدارته. شكرا جزيلا. شكرا سيد اللواء مجدي الشاهد الخبير الامني الضيف. احنا ما اختلفناش على فكره لا يعني مع سيادتك. لا احنا عندنا مجموعه الشباب برضو عشان اطمن سياده اللواء. يعني انا دكتور، انا مش طبيب بشري. انا محامي بالنقط واستاذ للقانون الدستوري. تمام. فهذه كانت من ضمن الحاجات المهام اللي لما جه كلفني دوله رئيس الوزراء المحترم المهندس ابراهيم محلب، يعلم جيدا ان انا رجل قانون. فهذه الجوانب القانونيه اللي كان بيتكلم عنها سياده اللواء، وطبعا انا احترم طبعا رايه بشده، لاني طبعا الاندفاع قد يؤثر بالفعل. مزبوط. لكن لما يكون بقى حد من الشباب وقانوني زي حالاتي كده وفي نفس الوقت خد خبره سياسيه، فانت لما تيجي تقولي له خلي بالك، خلي بالي مين ده، انا رجل قانون. تمام. بس انا بس عايزه اضيف كمان لكلام سياده اللواء ان احنا بنتكلم في اطار التكامل، احنا ما قلناش ان انا استغنى عن حد واحط مكانه حد. يعني انا فكره ان انا عايزه المنظومه او المؤسسه تبقى متكامله، هي دي اللي فيها احنا كل الكفاءه. فيها كفاءات دي من على فكره كل ده جزء وخبرة. جزء من الكفاءه ان انا اكون عندي الالمام بالنواحي القانونيه بالظبط. ما احنا حتى على اضيق التدريب بالظبط، تدريب لازم يبقى فيه تدريب، ما ينفعش حد يبقى داخل يدخل على الشغل على طول، لازم يتفرج الاول وبعدين يشتغل شويه بايده وبعدين يكتب كذا وبعدين يعني طبعا احنا الخبره مهمه جدا والممارسه مهمه جدا، يعني خبره من غير ممارسه لا، برضو احنا محتاجين خبره محتاجين لا ممارسه. بس انا يعني عندي برضو اعتراض بسيط، ان انا لو بهذه المعايير او الى خلافه، احنا بنتكلم على مجموعه شباب طالع واعد لديه المام بجميع النواحي كده، اقول لماكرون نقعد في بيتك لانك انت لسه صغير عندك حاجه و30 سنه تمام كده، اللي هو الرئيس الفرنسي. لسه بقى اقعد وهاخدك انت في مجموعه عمل لانك انت لسه صغير حاجه و30 سنه. كاميرون اللي هو كان رئيس وزراء انجلترا السابق كان 38 سنه، ودي انجلترا اللي هي ايه، انجلترا العظمى، بريطانيا العظمى، بريطانيا العظمى، المملكه التي لا تغرب عنها الشمس. القصه زي ما حضرتك قلتي باجابه مختصره، احنا بنتحدث عن مجموعه من الشباب المتكامل اللي هو عنده الكفاءه عنده خبره. على فكره هو مش شرط الخبره يعني تراكم سنوات، لا ممكن تكون هذه الخبره نتيجه تجارب متعدده. يعني انا بعض الناس لما بيكلمني بيقول لي الخبره، قلت لهم يا جماعه مصر من 2011 الى 2018 سبع سنوات كانت الاحداث فيها سريعه سنة. جدا. السبع سنين اللي انا اتعلمتهم من 2011 ل 2018 السنه فيهم ب10، اكني خدت خبره 70 سنه. الامور نسبيه جدا يا دكتور جداً. يعني الامور بتبقى نسبيه. طيب انا هنا برضو سؤال الاخير، احنا بقى دورنا ايه؟ يعني احنا قلنا احنا نفسنا في ايه وعايزين نعمل ايه وايه الحاجات اللي متقدمه لنا، استفيد منها ازاي، انا دوري ايه؟ يعني الموضوع احنا يمكن بنتكلم فيه كده بس هو مش سهل، مش سهل ان انا عشان انهض بمنظومه تمكين شباب انهض بصحه وتعليم ومواصلات وطرق وعلاقات خارجيه وثقافه وكل ده
بالتوازي، وطبعا ومحاربه ارهاب، كل ده بعمله علشان اقدر ان انا اقوم ده، كل ده بعمله مع بعض، مش بعمل حاجه ومأجله حاجه. فانا بقى المهم دلوقتي الواجب اللي عليا ايه؟ الواجب اللي على الشباب ايه؟ واجب علينا احنا كقاده شباب هو صناعه الامل، ان انا اقول له ان هذه التجارب علينا ان احنا ننجحها، كل واحد موجود في مكان ينجح في تجربته، لانه هيدي امل لغيره ان هو يكون زيه. تمام؟ دورنا ان احنا نتشبث بتلابيب الامل باستمرار، ما نيأس. ده دور مهم جدا على فكره، يعني مش القصه ان انا ادور ايه او اعمل ايه، لا، دوري ان انا اتمسك بالفرصه بارباع بل انصاف الفرص. تمام؟ ما جيش ان انا ايأس في مرحله اقول لا ده انت شايف الدنيا ايه، لا، لازم قادة الشباب المجموعة اللي هي مسكت وتولت مناصب عليها ان هي تنجح، عليها ان هي تعافر، عليها ان هي تصبر عشان تجربتها تنجح. التوقيت صعب؟ التوقيت صعب، بس في فرص لم تكن موجودة من قبل. هاتيلي كده في تاريخ مصر ان تكون في هذه المجموعة الكبيرة من الشباب موجودة في كافة المناصب. ده احنا حتى المناصب في الجهات الإدارية والجهات السيادية بدأوا يدوا فرص للشباب. يبقى باختصار شديد احنا دورنا احنا كشباب ان احنا نتشبث بالأمل، ندي الأمل لغيرنا، نفضل ورا حلمنا، لاني انا طول عمري مؤمن ان الأوطان لا يبنيها الا الحالمون. صحيح. ومفيش اكتر من الشباب في الحلم. بس هذا الحلم محتاج كفاءة، محتاج صبر، محتاج مصابرة، محتاج ان انا باستمرار اعافر، ارادة، ارادة حقيقية. انت لو بصيتي على الشركات الامريكية العملاقة، تمام، يعني مايكروسوفت، ابل، الى خلافه من الشركات العالمية، مين اللي مصنعها؟ ساعة ما صنعها حد، تعالي بص على ميزانيتهم دلوقتي. ميزانيتهم تعادل ميزانية 30-40 دولة. صحيح. من الدول النامية. تمام؟ صحيح. باختصار المصابرة والكفاح وإعطاء الأمل للآخرين، ده دورنا احنا كشباب. صناعة نماذج جديدة ناجحة نقتدي بيها ويحتذى بيها، علشان اللي جاي يبقى شايف ان في أمل ويقدر ان هو برضو يكمل. هي دي فكرة التكامل. انا الحقيقة سعدت جدا بوجود سيادتك معانا النهاردة دكتور عبد الله، وبالأمل اللي حضرتك بعثته النهاردة في الشباب. شكرا لحضرتك، ودايما منورنا، ولنا لقاءات ان شاء الله مقبلة كثيرة في برنامج نهاية الأسبوع. شكرا مرة أخرى دكتور عبد الله المغازي، معاون رئيس مجلس الوزراء السابق. شكرا جزيلا يا فندم. بعد هذا الفاصل مشاهدينا، كيفية محاربة الإدمان أو مواجهة الإدمان، وتحديدا هنتكلم عن الستروكس. ابقوا معنا. اهلا بكم مره تانية مشاهدي نهايه الاسبوع، وبنتكلم في هذه الفقره عن مخاطر الادمان، وتحديدا النهارده عشان احنا يعني دايما متعودين نكون محددين في نقطه معينه في كل فقره. موضوع الادمان ده موضوع كبير، واكيد يعني احنا فتحنا الموضوع قبل كده ولسه هنتكلم فيه في حلقات مقبله. الادمان هو طريقه من طرق تدمير الشباب وتدمير الهويه وتدمير شعب بالكامل. لسه من شويه كنا بنتكلم ازاي نقدر ننهض بالدوله وننهض بيها على كل المستويات التعليميه والتثقيفيه والفنيه، كل حاجه، والصحيه طبعا اللي هنخصها بالذكر دلوقتي. الستروكس بنسمع كتير جدا عن مخدر الستروكس، والناس اللي بتشوف فيديوز تأثير الستروكس ده مش اي كلام، ده حقيقي فعلا. تأثير الستروكس تأثير سلبي جدا على الشباب، هو مش عايز اقول سلبي، هو قاتل ومدمر. ايه هو الستروكس وازاي نقدر نتفاداه؟ هل ليه علاج ادمان الستروكس اصلا؟ هل في تجربه كده اول مره، واول مره مش هيحصل حاجه والكلام ده ولا لا؟ دورنا احنا في مواجهه هذا الخطر او هذا الادمان ايه؟ منورنا في هذه الفقره دكتور ابراهيم عسكر، مدير عام البرامج الوقائيه بصندوق مكافحه وعلاج الادمان. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك يا فندم، صباح الخير. صباح النور. دكتور، الستروكس الناس لما بتشوف الفيديوهات اللي موجوده على الفيسبوك وتاثير الستروكس على الشباب بتترعب. اللي بيحصل حاله التشنجات وحاله، يعني ايه هو اصلا الستروكس ده، عباره عن ايه؟ بص حضرتك،
في البداية طبعا أنا يعني بقول للشعب المصري كل سنة وانتم طيبين، وبمناسبة أعيادنا الجميلة أعياد 6 أكتوبر، وبمناسبة بقى المحاربة الكبيرة اللي بيقوم بها القوات المسلحة بتاعتنا، احنا كمان بنجاهد على أرض الواقع علشان نحارب هذا الخطر، مش بس الاستروكس، كل أنواع المخدرات. احنا كل يوم بقى في جديد خاص بالمخدرات، والحمد لله احنا في الفترة الأخيرة بالتعاون مع وزارة الصحة ووزارة العدل تم إدراج مادة الاستروكس ضمن الجداول جداول المخدرات. ايه بقى مادة الاستروكس دي؟ الاستروكس ده عبارة عن مخدر تم تصنيعه بيترش على نبات معين من النباتات اللي احنا كانت بتباع عند العطار اللي هو البردقوش، وبتحط عليه بعض الخلطات الصغيرة كده، وأصلها كمان السم الفران، يعني في الأصل بيبقى زيادة السم فران. سم فران؟ سم فران هو ده يعني رقم واحد، رقم واحد موجود فيه، وده اللي مش ده اللي مغيب قوي عن الـ عن الـ عن الشباب. ورقم اتنين كمان ده سم فرندي اول مره اسمعها. بعض الـ 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 العقاقير زي الاوتروبين، وده اللي بيعلي من ضربات القلب قوي، بيخليها سريعه جدا، وبالتالي بيحصل له تشنجات كبيره جدا، وبتحصل الموت المفاجئ في الوقت ده. اكيد هيجيله سكته قلبيه بعد كل هذه. هو ده، هو دايما بيتميز كده، لما بياخد نفس واتنين ازيد من الجرعه اللازمه بيحصل له على طول دقات القلب تكون سريعه جدا، موت مفاجئ. وبالتالي احنا عندنا احصائيات كل يوم عدد ناس كتير جدا بتموت من الاستروكس ومن التلوث، عشان كده احنا حذرنا كتير جدا وبنشتغل عليه، وبنعمل وبنعمل مبادرات كثيره جدا مع الشباب عشان نحد من تعاطي هذا المخدر. طيب انا دلوقتي لما كنا بنشوف الفيديوهات اللي موجودة، ده مثلا شاب او بنت تحت تأثير الاستروكس، واللي بيحصل كنا بنشوفها دايما ايه بره مصر، وفي ناس قال لك ما اعرفش ده جاي منين وده جاي منين، وده يعني مش مهم المخدر المصادر جاي منين، ولا بالظبط مين اللي بعته، ولا مين اللي عامله، ولا مين اللي بيجيبه هنا في مصر، يعني اللي عايز يدمر الدنيا يعني. بس احنا اتفاجئنا ان في حالات هنا في مصر يا فندم، والشباب صغيرين جدا بيجربوه. احنا كمان في مدارس لسه، احنا كمان على مستوى الخط الساخن عندنا والعلاج بنقدر نرصد عد المخدر ده نسبته قد ايه الشهرين اللي فاتوا، هل هو زاد نسبه الاتصال عليه ولا لا، طب عدد المرضى اللي اقبلوا علينا. انا عاوز اقول لحضرتك احنا من 7-8 شهور كان عدد المرضى اللي تقدموا للعلاج في خط الساخن على ماده الاستروكس يمثل 4%، الشهر اللي فات زاد النسبه ل 27% واحتل المركز الثاني على طول بعد رمضان. استنى ثانيه، 4% وبعديها بكام شهر؟ 27% حجم الاتصال. بعدها بشهرين ثلاثة حجم الاتصال زاد من المرضى اللي هم طالبين العلاج من مادة الاستروكس. وده رجع لعاملين ان كانت في برامج وقائية كثيرة جدا خاصة بالموضوع ده، وتنويهات إعلامية كثيرة. لو سمحتوا اللي حابب يتعالج يتقدم للصندوق، اللي طبعا احنا عندنا العلاج بالمجان وفي سرية تامة. ورقم اتنين، المخاطر والفيديوهات اللي بدأت تنزل عن تناول هذا المخدر، فانا خلاص محتاج ان انا اتعالج. أنا الناس بقت خايفة وعندها فعلا الباب التاني ليا الموت على طول. بالظبط. انا عايز افهم بس التاثير بيبقى هي زياده ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم والتشنجات اللي بتحصل بالزبط. ممكن تؤدي لسكته دماغيه او سكته وتليف كبير جدا في خلايا المخ بصوره سريعه، وبالتالي تحدث بقى النوبات الصرع والتشنجات اللي موجوده. طيب حضرتك بتقولي اللي عايز يتعالج، هو انا احسب يعني هو مثلا لما بيتعاطى المخدر ده كم مره ويبتدي يبقى بقى خلاص تحت التأثير تماما؟ المدمن مش كل مدمن بيبقى عايز يتعالج، بس اهله بيبقوا عايزين يعني يعالجوه، فده بقى بيحصل ازاي؟ ما حسبش كده يا فندم، هو حسب نوع المخدر وحسب الفتره اللي كان بيتعاطاها قد ايه، وبالتالي العلاج بتاعه بيكون فتراته قد ايه. يعني انا مش هقول مثلا انا من الاول جرعه بقيت مدمن لماده ايه، يعني مثلا عندنا الهيروين ده من تاني شم على طول بقى مدمن. ما هو ده اللي انا بتكلم فيه. ما نقدرش ان احنا يعني الاستروكس بقى ده برضو فيه اول مره وتاني مره ولا زي الهيروين؟ الاستروكس بياخد فتره شويه، لان بيبتدي هو او المشع من الشباب ان انا هاخد نفس واحد بس. ما هو انا بقى بخاف من الحكايه دي. ايوه بالظبط. طب بعدها بيومين دي النفس ما عملش معايا حاجه، طب هزود شويه، يبقى نفس وشويه كده كم اول نفسين. الله اعلم السيجاره الثالثه اللي ممكن ياخدها او الجرعه الثالثه اللي ياخدها بيكون تركيزها عامل ازاي وفيها ايه. عاوز اقول لحضرتك احنا بالمناسبه احنا لنا تعامل كبير جدا مع الطب الشرعي، ففي شريط كان اتمسك مع حد كده شريط ترامادول. الشريط ده عاوز اقول لحضرتك ان الحبايه الاولانيه تركيزها 5 مللي جرام، الحبايه اللي جنبها على طول تركيزها 100 مللي جرام، الحبايه اللي تحتهم واللي تحتهم في نفس الشريط. الحاجات دي معموله تحت بير السلم، وحاجات معموله مش مصنعه صحيح، ويعني أي طبيه، اي تعبيه واي حاجه. عشان كده المريض برضو كنا بنعاني في الموضوع ده، يقول انا باخد ترامادول 3-4 حبات في اليوم، بس لما جيت خدت الحبايه ديت تعبت مره واحده وحصل لي كذا وحصل لي كذا.
طب هي كانت فين الحبات؟ طب جرعتها قد ايه؟ طب انت واخدها منين؟ هل هي من صيدليه او من رشته طبيه؟ لا طبعا انا بتناولها. طيب انا دلوقتي يعني النسبه بقى الفئه العمريه، الفئه العمريه بتكون تقريبا قد ايه؟ انا سامعه حاجه تخوف، ما اعرفش بقى انا صح ولا غلط، فانا سامعه مثلا 12 سنه 13 سنه في فئه الولاد في السن ده فعلا ممكن يجرب مخدر؟ لا احنا عندنا سن التعاطي، سن التعاطي للمخدرات نزل لتسع سنين. تسع سنين والادمان يعني... والادمان المواد المخدره والاستمرار عليها من 12 ل 13 سنه، ودي كارثه. علشان كده احنا كمان كصندوق مكافحه الادمان حبينا ان يكون لنا برامج موجهه خاصه بالتربيه والتعليم، برامج خاصه بالشباب والرياضه، برامج احنا عشان كده كان معانا 11 وزاره بيشاركوا معانا. احنا السنه دي داخلين بالتعاون مع وزاره التربيه والتعليم في اكثر من 10000 مدرسه. والتسع سنين ده بيجيب المخدر منين؟ لا المخدر موجود ومتاح فيقدر ان هو ياخده، بس هو مش المشكله انه ياخده. معلش انا بس بعمل هنا ايه يعني توعيه، عايز اعرف الاهالي تاخد بالها ازاي؟ ده تسع سنين ده عيل هياخد يعني ازاي؟ اقول لحضرتك هو بيستقي المعلومه منين الاصل؟ من إشاعة بدأ يتم الترويج ليها، ورقم اتنين من معلومة خطأ ممكن يكون خدها من الإعلام أو خدها من فيلم معين أو خدها من زميل له أو صديق له. علشان كده إحنا محتاجين قوي بالنسبة للأباء، وده عندنا برامج خاصة بالأسرة، إن يكون عندهم التثقيف الخاص أو الوعي الخاص بقضايا المخدرات أو بأصناف المخدرات أو بأنواع المخدرات أو المشاع عنها. لأن التاجر قبل ما بينزل يبيع الحباية بيبيع إشاعة، الحباية دي هتساعدك على التركيز، الحبايه دي هتخليك راجل، ومن هنا بقى المدخل للاولاد الصغيرين. انت هتكون راجل وهتكون فن وهتكون حاجه كويسه في بين زملائك، فاشرب معايا السجاره ديت. وعلى فكره البدايه بتبقى هنا التدخين، لان التدخين ده عادية. التدخين ده هو البوابه بقى لدخول عالم المخدرات. ففي السن ده بيبقى التركيز على الحاجتين دول، التدخين وعلى عامل الرجوله عشان تكبر بسرعه، عشان يبقى ليك مظهر اجتماعي، علشان تكون كويس. اشرب السجاره دي وانت مش راجل. هنا بقى المداخل بقى، وهنا بقى دور الاسره ان انا افهمه يعني ايه رجوله، يعني ايه ان انا اقدر اخد قرار في وقت صعب. ودي الحاجات بقى اللي بنشتغل عليها في الفترات اللي احنا شغالين عليها دلوقتي، وبنشتغل مع الشباب. طب بتشتغلوا مع الشباب ازاي يا دكتور؟ يعني انا دلوقتي تاثير التاجر او اللي بيتكلم معاهم اللي بيحاول يبيع لهم ده بيبقى قوي جدا، فلما يجي العيل صغير مثلا عنده 10 سنين ولا 9 سنين يقول له انت مش راجل، لا طب هات طب اجرب. لا مش هو اللي بيقول له، بيخلي زمايله يقولوا. ايوه اقرانه. علشان كده كويس قوي. علشان كده احنا بقى في الصندوق بنشتغل بنفس الاستراتيجيه. ما هو ده بقى. أيوة. انا بالظبط انا عايزه الشغل يكون او المكافحه تكون على نفس المستوى، ما ينفعش يبقى هو اصحابه بييجوا يقولوا له تعالى اشرب سيجاره ولا اشرب كذا ولا مش عارف خد كذا، واجي انا الناحيه الثانيه وانا بكافح او انا يعني بجابه هذه الظاهره اقول له بقول لك ايه تعالى انت هتعمل كذا وما تعملش كذا، مش هيسمع طبعا كلام. مزبوط. اكيد يعني هقول لحضرتك مثال صغير من ارض الواقع. احنا الاسبوعين اللي فاتوا دول اشتركنا مع اكثر من 15 جامعه ومعهد خاص. عاوز اقول لحضرتك المشاركه كانت معاهم في ان احنا نعمل مبادرات شبابيه بيقودها مجموعه من الشباب المتطوع اللي موجود عندنا في الصندوق. احنا وصل عدد المتطوعين النهارده عندنا 27000 متطوع، دول بيشتغلوا معانا على مستوى الجمهوريه. المتطوعين دول المدربين دول اللي تم صقلهم بمهارات كثيره جدا بيقدروا ان هم يتواصلوا مع شباب في الجامعات وفي المعاهد بيقولوا لهم المعلومه. عاوز اقول لحضرتك ان تجربه من نظير لنظير او من شاب لشاب كانت اقوى بكثير جدا من ان انا اقف في محاضره واقول محاضره كبيره مده ساعتين ثلاثه. بالظبط بالظبط. وكم الاسئله اللي بتيجي للولاد دول عن طريق المتطوع بتاعنا اكثر بكثير جدا من اللي بيقولها لمحاضره او لدكتور. لانه في اوقات كثيره جدا بياخد زميلي ده على جنب، طب انا بشرب كذا، طب انا محتاج اتعالج. بالظبط هيحرج يقول للدكتور او يقول ان هو هيقول هو شايف واحد زميله من الجامعه هو اللي بيقود العمليه ديت وعامل جروب كويس جدا وفي مجموعات مثقفه ومحترمه واقفه موجوده. أوكي. بتنقل معلومات صحيحه عن المخدرات وخلي بالك في كذا. عاوز اقول لحضرتك على حاجه ثانيه، احنا شهر 8 اللي فات استهدفنا من خلال 27000 طالب او 27000 متطوع اللي موجودين معانا استهدفنا فئه السائقين. وده الجميل بقى اللي احنا بنشتغل عليه، ان احنا لما بنيجي نعمل مبادره ما بنقعدش احنا كمسؤولين نفكر فيها. لا احنا بنجيب مجموعات كبيره جدا من الشباب هم بيقولوا لكم افكار. بالظبط كده، احنا عاوزين ننزل السنه دي نعمل كذا. نفكر ازاي؟ فنزلنا في شهر 8 بمبادره خاصه بالسواقين والعمال المهنيين. كويس قوي. طب نعملها فين؟ قال لك احنا مش هنقعد والسواقين يجوا لنا في محاضرات، ده احنا هننزل لهم المواقف وهم موجودين على عربياتهم ونبتدي نشتغل معاهم. طب اسم المبادره ايه؟
ايه رايكم ان انت توصل بالسلامه؟ كانت مبادره يعني حتى الاسم بعيد شويه عن قضيه المخالفه ولكن مرتبط بقى بالقصه دي. هي حتى البروشور اللي اتوزع كان بيناسب العربيه والسياره والكلام ده بالظبط. الحاجه الثانيه انا اسف عليك، الحاجه الثانيه ان احنا طبعا عندنا سفيرنا الجميل المتطوع رقم واحد عندنا الكابتن محمد صلاح، وده هو يعني سفير صندوق مكافحه وعلاج الادمان. والحمد لله ان احنا قدرنا نستثمر مع محمد صلاح حاجات كثيره جدا. عاوز اقول لحضرتك ان احنا الصفحه الرسميه بتاعت صندوق مكافحه في عليها اكتر من 2 مليون شخص. الاعلان بتاع صلاح اللي نزل الاخير شافوا 36 مليون واحد. صحيح. على مستوى العالم هو ده بقى الاستفاده من النماذج، الاستفاده من الرموز كقدوة. او من الفيجرز اللي موجوده او من كمان الفنانين، وعن طريق مش بس الفنان يروح يعمل طبعا كامبين، يعمل اعلانات يوضح، لانه طبعا طريقه الاداء بتكون مقنعه كمان اكتر. محتاجين اعمال فنيه برضو توضح مخاطر. انا عارفه ان الناس لما اتفرجت على تحت السيطره للفنانه طبعا نالي كريم، في ناس كتير اكتئبت وخافت وترعبت بس يعني انا عايزه اقول لكم اللي حصل في المسلسل ده بيحصل في الحقيقه فعلا، وهي يعني القائمين على هذا العمل نقلوا حقيقه. عارفه ان في ناس كتير استاءوا منها جدا بس ده بيحصل، ودي رساله او دور من ادوار الفن. انا احترم جدا الاعمال اللي تعمل حاجه زي كده. احنا نحترم العمل ده لانه اظهر قضيه المخدرات واظهر معاه تداعيات المشكله. بالظبط هو ده اللي بيحصل حوالين المدمن. أيوة مش جايبه مدمن زي زمان بس عمال يتشنج ويترمي في الارض وبعد كده ارميه فمعرفش فين فيبقى بعد شويه كذا. لا يعني او ان انا اجيب تاجر مخدرات عايش طول الحلقات في 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 عز وفي نعيم وفي قصر، خلي العيال الصغيره عايز تبقى ايه لما تكبر يقول لك تاجر مخدرات. طب انا اعمل كده اوصل بكده واوصل بالشكل ده. طب انا ارتكبت يعني حتى لو انا في الحلقه ارتكبت حاجه غلط، مفترض احاسب يعني اظهر للمشاهد بقى ازاي هو وقع بعد كده، دخل السجن، مرض، تعب، عمل كذا، نتيجه ان السلوك الاولاني اللي كان عامله في حياته كان حاجه إدمان. انما الحاجات دي للاسف احنا بنظهرها في اخر حلقه. وده اللي احنا دايما عشان كده كنا يعني يعني الفترات اللي فاتت ديت وعلى مدار 5 سنين فاتوا كان عندنا مرصد الاعلامي لرصد مشاهد التدخين والمخدرات. قعدنا بقى مع الكتاب والسيناريست والمخرجين عشان نقلل من مشاهد التدخين اللي بتعرض في شهر رمضان. وغير التقليل، ان انا حتى لو هحط حاجه زي كده ما تبقاش هي الاساس في المشهد، ولو او لو هحط حاجه زي كده ممكن المشهد يكون مستدعي ده ما عنديش مشكله، او القصه تكون مستدعيه ده، بس على المقابل ان انا لازم اعمل عمل فني. ده دور، ده واجب يعني، دور من ادوار الفن ان انا اعمل عمل فني بقى تاني مقابل اوضح فيه. لازم يكون في نقطه من النقاط دي موجوده، ان الادمان ده خطر، الادمان ده بيؤدي لتفكك مجتمعي وتفكك اسري، بيؤدي لحاجات تانية بقى كتير غير المرض والمشاكل الصحيه، بيؤدي لان الناس كلها بتمشي من حواليك ما حدش بيقف جنبك في الاخر، بيؤدي ان انت صحتك بتتبهدل، بيؤدي ان انت بتعمل تصرفات وحشه زي السرقه والضرب والبلطجه لان انت بتبقى خلاص تحت تاثير هذا المخدر. هي دي بقى التداعيات اللي بنحتاجها في المشاهد. انا شربت او انا تعاطيت او انا اشتغلت في المهنه ديت، طب ايه اللي حصل لي من بعدها؟ اسرتي جرالها لازم زي بالظبط المسلسل تحت السيطره واللي اظهره. احنا كمان كان في الصندوق كان عندنا بعض الافلام الروائيه القصيره اللي قدرنا نقدمها للمشاهد، وبنطلب من الاسره لما تحب توعي ابنك فرجيه على فيلم زي ده. ما تخافيش عندنا فيلم يعني ما تخافيش ادخلي على صفحتنا وشوفي الحاجات دي. عندنا الفيلم بتاعنا اسمه 4 في 6 للفنانه سوسن بدر والفنان محمود عبد المغني، حاجه محترمه قدرنا نبرز فيها المشكله وتداعياتها، وكمان قدرنا نقول ده في علاج. صحيح. وتعالوا تعالجوا والعلاج موجود وفي امل بعد كده. انا طبعا بحييكم وبحيي كل فنان يعني بيستغل فنه في هذه الرسائل المهمه. احنا بنتكلم على تمكين الشباب ونهوض بحالهم وصحتهم وادائهم في المجتمع وفي الصناعه وفي الاستثمار. مش عايزين نسمح لاي حد ان هو يبوظ عقل شباب وان هو يخرب عن طريق المخدرات والافكار المسممه وغيرها من الكلام الفاضي اللي بيحاولوا يعملوه يعني اعداء هذا الوطن. وان شاء الله ربنا يستر على كل الشباب، عشان عارفه ان في اهالي كتير خايفه من الحكايه دي. ان شاء الله ربنا يستر. انا بشكرك جدا يا دكتور وبحييك، ويعني شكرا للمجهودات اللي انتم بتقوموا بيها. دكتور ابراهيم عسكر مدير عام البرامج الوقائيه بصندوق مكافحه وعلاج الادمان، شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك. طيب قبل ما نروح لفقره
دكتور هاني الناظر هيكون معانا بعد هذا الفاصل. اقول لكم سريعا خبر منظمه الصحه العالميه بتكرم الدكتوره غاده والي وبتمنحها جائزه القاده الابطال لسنه 2018 لافضل وزراء من غير وزراء الصحه تاثيرا في القطاع الصحي، حيث حصلت الدكتوره غاده والي وزيره التضامن الاجتماعي المصريه على جائزه منظمه الصحه العالميه لافضل وزراء تاثيرا في القطاع الصحي من غير وزراء الصحه، ويطلق عليها تشامبيونز القاده الابطال الذين تبنوا قضايا لها تاثير ايجابي على الصحه ويعملون مع عدة وزارات وجهات شريكة في أعمالهم، وذلك تقديرا للجهود اللي بذلتها طبعا في عدة مجالات، منها التدخل في صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، ومنها أيضا طبعا التحاليل اللي بيقوم بها الصندوق زي ايدز، فيروس سي وبي، ومرضى الإدمان، وتحويلهم لتلقي العلاج اللازم. ألف مبروك للدكتورة غادة والي، بنفخر بيها دايما وإن شاء الله في تقدم مستمر. انتظرونا مشاهدي نهاية الأسبوع بعد هذا الفاصل، ولنا اللقاء مع الدكتور هاني الناظر، ابقوا معنا. اهلا بكم مره ثانيه مشاهدي نهايه الاسبوع، وبناء على طلب حضراتكم احنا النهارده الحقيقه هنتكلم عن يعني الامراض الجلديه اللي بتصيبنا وخاصه الاطفال كمان في وقت دخول المدارس وتقلبات الجو. عارفه ان انتوا عندكم اسئله كتير قوي النهارده، و طبعا بس اسمحوا لي الاول اقول لكم بس الخبر العاجل نقلا على التلفزيون المصري. الرئيس عبد الفتاح السيسي يضع اكليل من الزهور على قبر الرئيس الراحل الشهيد محمد انور السادات بمناسبه ذكرى انتصارات اكتوبر رقم 45، نقلا عن التلفزيون المصري. طيب نرجع مرة تانية لموضوعنا، وخلونا نرحب بضيفنا اللي منورنا في استوديو نهاية الأسبوع، الأستاذ الدكتور هاني الناظر رئيس المركز القومي للبحوث السابق وأستاذ الأمراض الجلدية. أهلا بيك يا دكتور، منورنا دايما في برنامج نهاية الأسبوع. عايزين نعرف بقى دلوقتي، يعني يمكن احنا أثناء الفاصل كنا بنتكلم على تقلبات الجو، وسيادتك قلت إن في حاجات كتيرة جدا بتصيب الجلد أثناء التقلبات من صيف لشتاء، من شتاء لصيف. إيه أبرز الأمراض الجلدية اللي بتصيب الجلد؟ والله الحقيقة أكتر من حاجة، يعني طبعا دلوقتي مع تغير الجو ده وساعات بيبقى فيه الهواء وفيه تراب وكلام من ده، الناس بتعاني من الحساسيه، خصوصا الاطفال تبدا تظهر على الاعراض الحساسيه عليهم. هتبص تلاقي رغبه في الهرش، التهابات حمراء في حتت مختلفه في الجسم، الوجه، الايدين، حتى كبار ممكن برضه تحس كبار كمان. فدي من الحاجات اللي بتظهر في الفتره دي سواء في الخريف او في الربيع. كمان الامراض الفيروسيه زي اشهرها الجديري، يعني احنا اليومين دول بنشوف حالات جديرة كتير حقيقة. عند الصغيرين وعند الكبار حاجة اسمها الحزام الناري. الحزام الناري. برضو بنشوفها تقريبا بشكل معدل عالي. ده سببه ايه الحزام الناري ده يا دكتور؟ بصي القصة دي عشان كتير ناس مش عارفها. هو الحقيقة الفيروس اللي بيصيب الحزام الناري هو نفسه الفيروس اللي بيصيب الأطفال بجديري. بس ايه اللي بيحصل؟ هو مش معنى الأطفال بيجيلهم جديري. هقول لحضرتك، الفيروس بيصيب الطفل فيجي له جديري. بيقعد عنده أسبوع ويخف. بعد ما بيخف الفيروس ده نفسه بيمشي ويروح يكن في النخاع الشوكي بتاع الطفل في العمود الفقري في النخاع الشوكي، ويعيش فيه 20 30 40 50 سنه. في وقت من الاوقات الانسان وهو كبير لو تعرض لحاجه تقلل نشاط الجهاز المناعي او ضعف في المناعه ينشط هو في النخاع الشوكي، فيمشي ياخد استكامن. ياخد خط عصب ويمشي بعرض الجسم كده يعمل زي الحزام، عشان كده بيسموه وبيعمل التهاب في الحزام فبيبقى حزام ناري. عشان كده بيجي للكبار، انما هو نفس الفيروس. عشان كده اللي بيجي له حزام ناري بنقول له خلي بالك ما تقعدش قدام مع اطفال ما جالهمش جديري، لان ممكن يجي لهم بقى هيجي لهم جديري. هو جديري ده مش له تطعيم ولا انا يعني ليه تطعيم؟ بس الحقيقه في ناس كتير ما بتاخدوش، يعني في ناس بتنسى باعتبار انه مرض مش خطير. على فكره مرض الجديري مرض مش خطير، يعني مش مرض يسبب قلق ويعمل، مرض بسيط بيقعد اسبوع. هو بيبقى عباره عن ايه؟ تبص تلاقي الطفل يسخن، يجي له رشح، جسمه يبقى مكسر، صداع 48 ساعه. تمام. بعد كده تختفي الاعراض دي ويبدا يظهر طفحه جلد. حبوب حمراء ثم تتحول الى فقيه ثم الى بثور صدديه.
بعد اسبوع بيكون اختفت الاعراض كلها وانتهى المرض وبيحتاج راحه. ايوه انا هقول لحضرتك الاهالي بتتخض جدا من الحكايه دي وفي نفس الوقت ما بيهتموش قوي بالتطعيم. فننصح بقى بالتطعيم ضد الجدري. يعني احمي نفسك احسن. ولما يبقى بقى حزام ناري يعني لما يحصل بقى حزام مشكله الحزام الناري مشكله. اه خطورته في ايه بقى؟ اولا طبعا هو يعني مشكلته في الالم. ليه؟ مؤلم جدا. لانه التهاب في الاعصاب. فتخيل عصب ملتهب. ده الواحد لو اتخبط على عصب بيبقى متالم جدا. او لو درس مثلا عصب عريان بيبقى الواحد مش مستحمل. فما بالك بقى العصب كله ملتهب. أوكي. ويقعد وما كانش الانسان ياخد الدواء المضاد للفيروس في اول 3 4 ايام ممكن الالم ده يقعد مع الانسان شهور. اه يعني يفضل طول الوقت. اه طبعا. بس ما بيبقاش مزمن يعني ملوش. لا لا, لا هو كمان لما الواحد بيصاب بيه ما بيرجعش تاني خلاص. هي مره واحده بس. بيجي له مره واحده. مره واحده. تمام. طيب وده بيبقى فيه مشكله مناعيه او حاجه ولا هو بس لا فيروس؟ لا اصابه فيروس. انما لو المناعه قلت بينشط. بينشط اكتر. بينشط طول. وده من الحاجات الحقيقه المنتشره. دول مرضين منتشرين من دول كتير طبعا. الفيروسات بصفه عامه المختلفه كلها بتنشط هذه الايام. الناس بتسال ليه؟ ليه؟ يعني طبعا دلوقتي الجو ابتدت درجه الحراره تعتدل. اه. ما بقاش يعني زي يوليو اغسطس وفي نفس الوقت مش برد قوي. زي درجه الحراره دي مناسبه لنمو الميكروبات بصفه عامه. يعني احنا لما بنيجي ناخد الميكروبات المعتدله ونحضرها في المعمل بنحطها في درجه حراره زي كده. فدي درجه حراره مناسبه لنشاط الميكروبات بصفه عامه سواء كانت فطريات او فيروسات او بكتيريا. عشان كده في هذا الجو الجميل تبدا ايضا تنشط مع الميكروبات. تمام. كده بتظهر. يعني طب احنا ما صدقنا فرحنا بالجو الحلو. ما هو يعني. بصي كل حاجه ليها مميزاتها وليها عيوبها. تمام. يعني الجو المعتدل ده جميل بس برضه بيبقى معاه مشاكل تانية. طيب في بقى بعض الاسئله زي مثلا حد كان بيسال على قصه انه لما حشره مثلا ناموس او كده بيصاب بقرص او اولاد من الناموسه او من النمله او كذا بيحصل طفح جلدي. ده ليه علاقه بايه؟ يعني ما بتبقاش زي في ناس مثلا بيجي لها بتبقى مكان بس لدغه الحشره وفي ناس تانية بيجي لها في جسمها كله اول ما حشره واحده. ده ليه علاقه بايه؟ بص الحشره لما بتيجي تقرص هناخد الناموسه نموذج. هي بتعمل ايه؟ الناموسه ليها حاجه اسمها الفم الثاقب الماس. يعني فم طويل ثاقب ماس. فهي بتدخل عشان خاطر عايزه تمص دم. اوكي. فهي بتعمل ايه؟ بتدخل الخرطوم بتاعها جوه في الجلد وتفرز ماده بروتينيه. فالماده البروتينيه دي بتهيج الجلد. فتقوم تجمع الدم عشان تقدر تمصه. الجسم بيتعامل مع الماده البروتينيه دي عينها جسم غريب. اوكي. فيبدا يتعامل معاها يطلع اجسام مضاده ليه. تمام. فبيحصل تفاعل او رياكشن هنا بيعمل حسين. فيبدا الجسم كله ممكن يبقى في نفس المكان او تبص تلاقي الجسم كله. طب وليه بيطلع حبوب بقى في بقيه الجسم؟ زي بالظبط ايه؟ في ناس تقول لك مثلا تاكل الشوكولاته يجي لها حساسيه في الجسم كلها. الجسم بيتعامل مع الشوكولاته بنفس الطريقه. ومع الفراوله ومع الفراوله والمانجا والموز والحاجات دي. نفس الكلام. ماده بروتينيه بتخش فالجسم يتفاعل معاها يبدا الجسم كله يبقى فيه طفح جلدي. ويبقى فيه هرش. تمام. ده يعني ده بيبقى علشان الاجسام واللي حساسية. بتتعامل مع الشوكولاته والحاجات دي زي ما بتتعامل بالظبط مع الحشرات بالزبط. اللي بتندر. او ساعات في ناس تلبس حاجات معدن او تقول لك ايه ده الطفل بيلبس اول ما يلبس الحلق يحصل التهاب. في ناس تجي لها حساسيه من الذهب وفي ناس تجي لها حساسيه مثلا من الحاجات النحاسيه وفي ناس على حسب او كل حاجه طبعا الحاجات الفلسه اكتر حاجه بتعمل حساسيه. الحاجات غويشه توكه حزام في مكان البطن على طول يحصل التهاب. فهنا حساسيه من المعدن. أوكي. في حساسيه من العطور. في اسوء انواع الحساسيه بنشوفها طبعا البنات اللي بيرسموا حنة على ايديهم. التاتو. لا ده دي لسه حاجه لكل الاسئله عليها. طيب هاخد تليفون ايه من الاهليه. الو. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا ايه؟ الحمد لله. انا كنت عايزه اعرف هل الصن بلوك مهم حتى في الشتاء؟ حاضر حاضر. ده سؤال مهم جدا. ايه كمان؟ بس كده. بس كده حاضر. طيب ناس كتير بتعتقد ان حروق الشمس بتحصل في الصيف بس. لا انا عايز اقول للناس ان الفتره اللي هي الساعه 11 و12 و1 الظهر دي صيف شتاء خريف ربيع. لازم التعرض للشمس فيها غلط. ليه؟ بيصدر عن الشمس في الوقت ده اشعه فوق بنفسيه قصيره الموجه حريقه للجلد. حتى لو الجو برد؟ حتى لو في عز البرد. اه بس المهم مش في سحاب. هو لو في سحاب مش هيبقى في شمس. لا انا بقول لو في هوا. انا في شهر يناير يعني. شهر يناير والظهر والشمس ساطعه جدا. غلط ان احط في الشمس.
في ناس بتحب الشمس في الشتاء يعني. لا يعني قبل كده او بعد كده. يا قبل 12 الظهر يا بعد مثلا بعد الساعه 1 بعد الساعه 1 في الشتاء. الصيف طبعا بعد الساعه 3 و4. فهي بتسال سؤال، احط السان بلوك في الشتاء؟ ايوه حطيه. اوكي، فاذا السان بلوك بيحمي البشره صيف شتاء خريف ربيع. اوكي طيب، يا ريت تكوني انت معانا يا ايه والاجابه وصلت لك. هنا من الجيزه. الو، صباح الخير يا ست. صباح الفل يا استاذه ما. صباح الفل يا حبيبتي. صباح الخير يا دكتور، كنت عايزه اسال الدكتور سؤال بعد اذنك. اتفضلي يا حبيبي. هنا دكتور، بنتي كانت وقعت على شفتها وتعورت وقعدت يعني شهر كده تعالج فيها بس مش خياطه. وكنت المفروض ان انا استخدم كريم تجميلي بس ما استخدمتوش، ودلوقتي عدى فتره، ممكن استخدمه دلوقتي؟ ممكن تستخدمي الجيل ده اللي بنستخدمه عشان الاثار، مره الصبح ومره بالليل، تستمر عليه شويه 3-4 شهور كده ان شاء الله تبقى كويسه. تمام، الف سلامه ليك. شكرا ليكي يا هنا. طيب نروح بقى للتاتو والحنه بقى، عشان الناس كلها بتسال مخاطر الرسم الحنه. ده كان منتشر قوي في الصيف ولا زال؟ يعني لا في الصيف اكتر كمان، لان في المصايف وفي الحاجات دي، ولسه لغايه دلوقتي في معظم الكوافيرات في الافراح في اعياد الميلاد في كده بيبقى منتشر، سواء رسم بالحنه او اللي هي ورقه دي اللي بتتلزق دي. فانا عايز اعرف مخاطرهم ايه. بصي طبعا هي مشكله في ايه، الحنه نفسه نبات فما فيش مشكله، ولكن بيضيف اليه او بيضاف اليه مواد عشان تثبت اللون. يعني انت مش بتلاحظ الحنه بتتحط بتقعد تستحمى وتغسل وما بيروحش، اذا في مركب كيماوي هنا مثبت للون على الجلد. هي في ناس ايديها بتورم كده من لا انا نزلت صوره قريب لمنظر فظيع فظيع، يعني حاجه فظيعه مخيفه جدا يعني. فبنضطر، ده احنا في حالات بنضطر ندي حقنه كورتيزون من كتر الالتهاب اللي في الجسم كله. فانا الحقيقه بنشد بلاش موضوع حنة. الحاجه الثانيه حتى بعد ما بيخف بيترك اثر على الجلد، بتلاقي بقع بني، ودي بتبقى مشكلتها بتاخد فترات طويله انك توصل 4 شهور. التاتو نفس الكلام بيعمل له مشاكل، اللزق اللي حضرتك بتتكلم عليه. الفكره ايه؟ الاستيكر اللي احنا بنلزقه ده مش في ماده لازقه؟ بتعمل التهاب. زي حتى انت عارفه شرايط اللزق بتاعت الجروح. بتعمل ساعات حساسيه للناس. ساعات بتعمل فاذا مواد اللزق اللي هي ورده وبتاع والحاجات دي بتعمل سواء رسم او لزق. او اي الوان، اي الوان مش طبيعيه على الجلد غلط. وكمان الالوان دي لو احنا خرجنا بيها في الشمس، دي مواد كيماويه بتتفاعل مع اشعه الشمس وتعمل حاجه اسمها الحساسيه الضوئيه. دي بلاش خالص. لا الوان ولا لزق ولا حنه ولا بتاع ولا الكلام ده، بلاش خالص خالص، الحاجات دي مش كويسه. والتاتو بقى اللي هو التاتو، التاتو مشاكله كتير لانك انت بتحقني جوه الجلد صبغه. انا برضو عندي صور لحالات عملت لهم مشاكل غير عاديه. لان في ناس برضو بتبقى بتبقى على فكره التهاباتها مؤلمه جدا، موضه طالعه على فكره، هي بس مش شكلها وحش، هي ليها اثار جانبيه مش كويسه، ممكن تنقل فيروسات على فكره. لو الابره مش نظيفه، لو الابره مش نظيفه طبعا، فاحنا بلاش العادات اللي هي مش كويسه دي. طيب هاخد سهير. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه السلام. الله سمعت استاذه الدكتور هاني. اتفضلي. بنتي عندها 30 سنه. تمام. كانت عندها قرح في رجليها وحصل عندها دوالي. ولا العكس، كان عندها دوالي وظهر قرح؟ لا، كان عندها اصلا دوالي وظهر قرح، بس هي اصلا عندها جلطات في الجلد. تمام، الف سلامه ليها. يعني عندها مرض مناعي بيسبب الجلطه. تمام. اللي حصل ان في بعد العلاج، ما تم العلاج ولمت القرح كلها، في بقعه سوداء زي تحت رجليها. تمام. هل دي ليها علاج؟ طبعا ليها علاج. هقول لحضرتك حاجه، انت حضرتك عندك اكونت على فيسبوك، صفحه على فيسبوك؟ طيب انت حضرتك تعرفي صفحته ولا ما تعرفيهاش؟ لا يعني انا ممكن تبقى عارفه. هقول لك، اقول البيت، هتخشي تدوري على هاني الناظر، اكتبي هاني الناظر. هتلاقيني كاتب على الصفحه حضرتك من ثلاث يوم السبت اللي فات حاجه اسمها البوست المجمع. انا باخد اسئله المرضى كلها واكتب العلاج والاجابه عليها. في جزء منها انا كاتب الكريمات الخاصة بتفتيح اللون الغامق. هتاخدي الكريم اللي انا كاتبه ده تدهني بيه الاماكن الغامقة دي مرة الصبح ومرة بالليل. ان شاء الله شهرين او 3 شهور بيرجع اللون طبيعي. طيب. تحت امرك. شكرا. تمام. شكرا يا مدام سهير. طيب حد كان بيسأل يا فندم على الصدفية. الصدفية بتيجي يعني بتجيله وبعدين تروح موسم كامل
وترجع تاني بس ترجع بزياده دي ليها حل ولا حلها ايه؟ طبعا الصدفيه مرض جلدي غير معدي عشان الناس تبقى مطمنه، بيظهر عليها طبقه حمراء عليها قشور، وبتزيد حدتها في الشتاء دايما مع البرد الشديد تلاقي الصدفيه تبدا تشد. فعشان كده بيقول لك في موسم وموسم، غالبا يقصد فتره بتاعه ديسمبر وهنا فبراير الشتاء. وهي الحقيقه مرض يعني بياخد علاج الواحد ممكن بيخف الحمد لله، بس قد يعود مره اخرى. فهنا لازم نكرر العلاج تاني. طبعا افضل علاج للصدفيه هو علاج في سفاجه في البحر والشمس في البحر. ولكن احنا طبعا دلوقتي في الشتاء، فهو انا بستاذنه يبعت لي على صفحتي وانا هكتب له العلاج بالتفصيل. أوكي. هيستعمله ان شاء الله يعدي الشتاء امن من غير مشاكل. جميل. طيب في محمد ابو جمال، صباح الفل عليك يا محمد، بيسال والدتي بيجي لها حراره في جسمها كله، كل ما تستخدم هو كاتب اسم كريم معين يعني يموت الحراره، بعد كده تقوم تاني. انا مش وضح لنا بس، يعني هي واضح ان هي بتستخدم كريم معين بيجي لها حراره في جسمها كله. لا، هو الكريم اللي بيعمل حراره ولا لما بتيجي حراره بياخد الكريم؟ لا، بيجي لها حراره بتاخد الكريم بعد كده الحراره تقوم تاني. هو الفكره واضح دي حاجه حسيه هي مش حراره. طبعا احنا عندنا دايما اي حاجه في الجلد يقول لك دي حراره، فده نوع من الحساسيه. فهي بتديله بتدهن بالكريم. هي الحساسيه مخليه جسمها سخن لما هي ما عندهاش حراره. اوكي. فبتدهن الكريم، وغالبا الكريم بيبقى فيه حاجه زي الكورتيزون فبيخفيها. المشكله لازم نعرف الاول الحراره زي ما هو بيقول بتيجي ليه. فطبعا في دايما اسباب للحساسيه، قد تكون اكلات، قد تكون معطرات، قد يكون لبس، حاجات بتحطها على الجلد. فاهم من العلاج انه الاول يشوف، يعني انا اتمنى ودي حاجه بقولها من خلال برنامج حضرتك، يعني انه يلجا للطبيب. يعني الفكره احنا بنعالج بعض دايما، غالبا هي حصل لها حاجه سالت صاحبتها لا خد الكريم الفلاني. الكريمات دي لو استخدمها فتره طويله ممكن تعمل اثار جانبيه، او في ناس تروح رايحه صيدليه اعمل ايه؟ يقول له خد الكريم ده. طبعا انا كده ماشي في سكه بتجيب لي مشاكل صحيه اكتر. فهي بس تروح لاي طبيب امراض جلديه او طبيبه امراض جلديه هتكتب لها العلاج الصح، وتدور الاول على الاسباب اللي سببت الحساسيه، لو بعدت عنها مش هتظهر عرض المرض. طيب محمد انت كمان كنت عندك طب ده معايا رضا. رضا بيقول ابنه عنده حبوب في وشه واداله مضاد حيوي بس الحبوب بتروح وترجع تاني. طبعا غالبا هو شاب ودي كده على طول حبوب شباب. حبوب الشباب انا عايز اقول للناس حاجه دلوقتي بقى، حاجه بسيطه كده ممكن يعملوها قبل الادويه يعني. تركيبه سهله ممكن الواحد يعملها في البيت. بنجيب مقدار ملح طعام، يعني مثلا فنجان ملح عادي، ملح طعام ملح بتاع البيت، فنجان مثلا صغير، وقده 9 فناجيل ميه، يعني نسبه 1:9. اوكي. وبقلب كويس قوي لغايه لما يدوب في الميه. هذا المحلول بغسل بيه وشي كم مره بقى في الليل؟ مره الصبح ومره بالليل. ده بيقلل الدهون وده بيقلل ظهور الحبوب. كويس قوي. ده يعني علاج بسيط جدا. اما لو كانت الحبوب شديده بقى شويه وعامله راس بيضه ومضطرين ناخد علاج، لو سمحت خش على صفحتي على الفيسبوك برضو يوم السبت، الفيسبوك البوست المجمع هتلاقي فيه علاج متكامل. سواء محاليل موضعيه او كبسولات بتتاخد، تمشي على اللي انا كاتبه ان شاء الله الحبوب تبقى كويسه. تمام. طيب معايا تليفون ام احمد من الدقهليه. الو. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. لو سمحت عايزه اكلم الدكتور هاني. اتفضلي دكتور هاني سامعك. حاضر. ايوه يا دكتور. السلام عمرك. اهلا بحضرتك. اتفضلي. كل سنة حضرتك طيب. وحضرتك بألف صحة وسلامة. أنا بنت عندها 40 سنة وعندها مشكلة في خدت جالها مرض الذئبة الحمراء فبصعت في وشها. الذئبة الحمراء. طيب. في وشها وفي نفس الوقت ما هيش البضعة ما بتروحش وهي ما بتتعالج، بتاخد علاج مؤقت كورتيزون وحاجات منها. كويس. احنا عايزين نعمل لها تجميل، يا ريت تدينا عنوان حضرتك أو التليفون بتاع حضرتك. لا بص، عايز أقول لك حاجة. العلاج مش محتاج تجميل على فكره، ولا محتاج جراحه خالص. ده عايز حاجتين، اولا ان هي تنتظم في العلاج، الحاجه الثانيه في كريمات موضعيه بتتحط حديثه دلوقتي بتضيع الالتهاب ده، ما تخافيش. ابعتوا لي بس على صفحتي على الفيسبوك وانا هكتب لكم العلاج ان شاء الله، من غير ما تيجوا العياده ولا تكلفوا فلوس ولا تكلفي اي مجهود، مش مستحقيه. بحقيقيك طبعا دكتور هاني. لا اصلا مش مستحيل. ليه؟ طيب ان شاء الله ربنا يطمنك عليها. ان شاء الله باذن الله. معايا مروه من اسيوط. ايوه يا مروه. السلام عليكم. عليكم السلام.
ازاي حضرتك؟ كل سنه وانتم طيبين. وانت طيبه يا حبيبتي، اتفضلي. دكتور هاني ازاي حضرتك؟ ربنا يخليك لينا جميعا يا رب ويحفظك لمصر، لان حضرتك بجد يعني حاجه يعني يا ربنا كرمك بجد في كل حاجه. معلش انا متلخبطه عشان اول مره اتكلم حضرتك، يعني تشرف بيك. معلش استاذن حضرتك، انا عندي 35 سنه ونص، نقول 36 تمام. انا كان عندي ظهرت حبوب في بشرتي يعني ناحيه حضرتك الخدود كده، بس يعني ايه مش من فوق قوي، لا من نص كده الخد للدقن للناحيه الثانيه بتظهر كميه حبوب بيضة، وللاسف انا بفضيها طبعا كلها. انا يعني عملت عمليات قبل كده كتير وانا صغيره، كان عندي ساعتها 18 سنه و19 سنه عند دكاتره التجميل. وانت لسه صغيره برضه على فكره. عملت بيلينج كتير جدا. عملت بيلينج، كنت بقعد بالشهرين ثلاثة في البيت ما بطلعش نهائي في الشمس. بس استاذن حضرتك مدموزيل انسه مش كده؟ لا لا انا متجوزه حضرتك. متجوزه تمام. طيب ممكن اسالك سؤالين كده بس بعد اذن حضرتك؟ اتفضل. أمر هل حضرتك يعني انت بتعرضي للتوتر كتير او في حاجه بتشغل بالك كتير، حاجات بتضايقك؟ طبعا جدا، وكمان يعني باخد بعض الادويه برضو يعني بتهديني شويه. حاجات مهدئه؟ طبعا. بصي اللي عندك دي احنا بنسميها كده حبوب شباب، وحبوب الشباب مش مرتبطه بالسن، يعني مش عشان واحد عنده 20 او 30، ممكن تيجي الواحد عنده 50 و60 سنه كمان، لانها مرتبطه بالانفعالات. واضح ان حضرتك طبعا بتتعرضي للتوتر كتير، هو ده سبب الحقيقه ظهور الحبوب. يعني الموضوع ان شاء الله بسيط، لو يا اما حضرتك تخشي انت انا عارف انك بتتابعي صفحتي على البوست بتاع يوم السبت بتاع البوست المجمع، وتاخدي العلاج بتاع الحبوب زي ما انا كاتبه، وتابعي معايا، ولو في اي سؤال ابعتي لي وانا هرد على حضرتك. ربنا يخليك، يعني في امل باذن الله؟ طبعا ان شاء الله. ربنا يخليك يا دكتور، ربنا يحفظك يا رب. شكرا جدا. شكرا يا مروه. معايا سميره من القاهره. الو سميرة؟ طيب سميرة بعد إذنك حاولي تكلمينا تاني، في سؤال يا فندم خاص. على فكرة أنا بعيد تاني، الناس كتير بتفتكر إن حب الشباب ده بيجي لفترة المراهقة. لا طبعًا. دي ما هو ده الموروث. حب الشباب ليس مرض ولكنه عرض. في فرق بين المرض والعرض. أوكي. هو عرض للإنفعالات، للضيق، للتوتر، للستريس، عشان كده ممكن حد كبير يجيله. تمام. اتفضلي يا فندم. طيب في باهي العبادي بيقول صباح الفل، ممكن علاج للصمت يكون قاطع ونهائي؟ هو عنده وسؤال تاني، بنته عندها 3 سنين شعرها قصير، هل ليها علاج؟ يعني شعرها ما بيطولش، انا مش عارف. بس لا بصي الاطفال ما نقربش منهم، السؤال ده بيجي لي كل يوم. بنتي عندها سنه، عندها سنتين، شعرها لسه عادي خالص. ده عادي، ده عادي خالص لغايه سن 6 7 سنين مفيش مشكله. اوكي. انما بالنسبه للصمت بعد اذنك، يعني انا من اسبوعين كاتب تركيبه لعلاج الصنت على روجيتتي ومصورها وحاططها على صفحتي. حاجه تاخدها كده وتروح للصيدلي تقول له يعمل لك التركيبه دي، وانا كاتب تركيبه الصنت. بتجيب قطنه وبتاخد من المس ده وبتمس الصنطه مره واحده كل يوم بالليل 6 اسابيع، هتلاقيها نشفت وقعت وانتهت المشكله ان شاء الله. وانتهت ان شاء الله. طيب في معايا عادل. الو صباح الفل يا استاذ عادل، اتفضل. اكلم الدكتور صباحي. اتفضل يا فندم. دكتور مع حضرتك. انا عندي بنتي بتجيب ميه قوي، ورحت للدكاتره كتير ما عرفتش اعمل ايه، وفي الاخر عايزين عمليه من تحت البط عقلتين تعب السنه. معلش يا استاذ عادل الصوت بس ثانيه واحده، حضرتك قولي السؤال عندها ايه تاني ما سمعتش؟ ايديها بتجيب ميه كتير قوي. يعني طب كويس، قصدك ايديها بتعرق جامد. بتعرق جامد جدا. والبطن القدم نفس الكلام. ايوه لا يعني بص حضرتك، يعني انا لا انصح بالعمليه الجراحيه خالص. تمام. هو العلاج الجديد دلوقتي الحديث خالص، بنحقن ماده في الايد او في القدم او في المكان اسمها البوتوكس. الماده دي لما بنحقنها بتخلي الايد او المكان ما يعرقش في حدود من 6 ل 8 شهور، لكن هتحتاج تحقن بعد فتره تاني. انما مفيش دواء الحقيقه ممكن تاخده يمنع الهايبر هيدروس اللي هو يعني التعرق الزائد، ملهاش دواء ولا عمليه، هو الحاجه الوحيده الحقن. اوكي شكرا استاذ عادل. الف سلامه ليك. ده مش مرض، دي ظاهره. طيب معايا هلا من السويس.
ايوه ايوه حبيبتي اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضلي. لو سمحت يا دكتور، انا ابني ثانوية عامة. ايوه. عنده جاله البهاء بقاله سنتين. ألف. ودلوقتي ابني الصغير اللي في ثالثة ابتدائي جاله البهاء برضو. اعمل ايه وهو الاولاني؟ ايوه. خدنا له كل العلاج بالاشعاع ومراهم وكده ومفيش اي نتيجة. ايوه فن. اولا الصغير عنده كم سنة؟ في ثالثة ابتدائي. طب الاماكن ايه البيضة اللي عنده في جسمه؟ في ظهره وفي رجليه. طيب والابن الكبير في رقبته وفي ايديه ورجليه وظهره. لا هو دلوقتي طبعا بالنسبه للكبير في علاج جديد خالص بنديه دلوقتي، علاج مناعي بيجيب نتيجه كويسه جدا، بس هنعوز منه تحليل وظائف كبد وتحليل وظائف الغده الدرقيه نطمن، وبعد كده نكتب له العلاج. الصغير بياخد علاج مختلف ابسط شويه، ممكن حاجه هتروح الصيدليه هتقولي له اديني المرهم اللي فيه ماده التاكروليماس. ايوه يا فندم، هو التاكروليماس ديا وخدنا. أيوة. لابني الكبير وخدنا الايديل. لا الكبير ما يكفيش الدهان. لازم هياخد علاج. احنا بنعمل جلسات يا دكتور. لا بعد اذن حضرتك، لا ولا جلسات ولا قعد في الشمس، ده هو دواء كورس بيتاخد، دواء مناعي بيظبط نشاط الجهاز المناعي بيرجع يبقى طبيعي، لان ده نشاط زاد في الجهاز المناعي، فالبواء بيختفي تماما يعني ان شاء الله. من مرهم التاكروليماس ده؟ لا التاكروليماس ده للولد الصغير. ايوه الكبير. انما الكبير مش هينفعه لوحده، مش كفايه، لازم ياخد معاه علاج ادويه. ما احنا كنا بنعمل جلسات اللي هي ما انا بقول لحضرتك يا مدام هلا، الدكتور طالب من حضرتك تحاليل. ماشي يا فندم. لازم يعمل تحاليل. في كورس حقن هياخده، مش محتاجين أشعة خالص. هو خد حقن كورتيزون مرتين. لا يا فندم، لا يا فندم، مش كورتيزون خالص، العلاج الجديد مفيش فيه كورتيزون. طب ادخل على موقع حضرتك وحضرتك هتكتب لها. خش على صفحتي على الفيسبوك لو سمحت. ماشي يا فندم، شكرا. شكرا ليكي يا مدام هاله. طيب في سؤال هنا يا فندم خاص، في بتقول ان عندها بنتها كان عندها نقص حد فيتامين دي وشعرها وقع، يعني بتتعالج او تعالج وشعرها بيقع او خف جدا، تعمل ايه؟ تمام. عمرها 7 سنين. انا كاتب العلاج على الصفحه الحقيقه. فيا ريت تخش على صفحتي على الفيسبوك برضو على البوست المجمع. أوكي. كاتب مشاكل الشعر. في حضرتك لما تخش يعني في فيتامينز كبسولات، هتاخد كبسوله بعد الفطار كل يوم يوميا لمده 4 شهور، وانا عامل تركيبه كاتبها يعني، وكلها حاجات طبيعيه زيوت. هي 7 سنين تاخد كبسولات عادي فيتامينز؟ 7 سنين ممكن تاخد فيتامينات. فيتامينات عادي 7 سنين. وتركيبه الزيوت اللي عاملها تستعملها 3 4 شهور هتبقى كويسه ان شاء الله. زيوت طبيعيه كلها. طبيعيه. وانا كاتب التركيبه. هي الزيوت دي يا دكتور، في ناس تقول الزيوت دي مش كويسه، وفي ناس تقول لا لازم احطها على حاجه او على كريم. هو لا ليه؟ يعني كذا حد كان بيقول لا هي الزيوت. دكتور؟ لا مش دكتور. دكتور اسمع كلامه. لا محد. الحاجات اللي بتتقال على الفيسبوك زي ما بيقولوا كده ان التوم بيعمل سرطان وكلام يعني. ما نصدقش حاجه اتقال على الفيسبوك. بالظبط. مش كانوا برضو حد طالع كاتب ان الجاز كويس عشان الشعر؟ الجاز؟ لا ده قلب الدنيا على السوشيال ميديا. الجاز. لا طيب وده هيحرق، ده محروقات. لا ده هم بيقولوا ان الزيوت، لان في ناس عندها مزاج في الزيوت للشعر وللبشره وكده، قال لك ما تحطش زيوت كتير او بلاش الزيوت، مع ان انا عارفه ان الزيوت دي بتبقى حاجه، بس لازم اللي يقول الدكتور ويقول ايه نوع الزيوت. ما هو في زيوت ممكن تبقى مش كويسه، مش اي زيت يعني احطه للشعر. في حاجات مخصوصه عشان الشعر تستخدم، مش أوكي. اي حاجه. مش اي حاجه يعني. برضو يا جماعه لازم برضو نسال الدكتور، ما نقعدش نسمع فتي كده بلاش لو سمحت والنبي. يا خبر ابيض. ده في وصفات طبيعيه اسمها بتتكتب على صفحات الفيسبوك مدمره. خلي بالك مش كل نبات مفيد، هو مش في نباتات سامه. طيب وفي ناس بعض النباتات بتعمل لها التهابات او حساسيه، مش اي حاجه كده نشوفها على الفيسبوك نكتبها. زي الناس اللي بتكتب ساعات على الفيسبوك برضو انك لو عايزه تفتحي لون البشره املي البانيو ميه وحطي فيه كلور. كلور؟ كلور. واقعدي على اساس ان الكلور بيشيل بقى. خدتي بالك؟ فطبعا ده ممكن يعمل يعني لغايه دلوقتي في ناس بتعمل الكلام ده، بيعمل حروق، والحروق دي هتسيب بقعه سمراء اغمق من اللي كانت موجوده عندها. كلور ده حاجه حرام عليك والله العظيم. ده كتير قوي كده. طيب معايا محمود من الاقصر. الو. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله، اتفضل. لو سمحت يا فندم، في حبوب في الدماغ في الجهه الخلفيه يعني من الدماغ، حبوب
في الراس. في الراس. تمام. حبوب حمراء صغيره كده تحت الشعر. تحت الشعر شفتك منظمه. عينيا. حاضر. ماشي فندم. حضرتك هتروح الصيدليه وهتقول له اديني الكريم اللي فيه مادتين، المضاد الحيوي والمضاد للالتهاب. هو كريم معروف قوي. الكريم ده بتاخد حته وتدي الحبوب الصبح وبالليل لغايه ما تختفي. خلي بالك الحبوب دي بتزيد لما الواحد يفكر كتير ويقلق ويبقى مشدود. يفكر كتير وفكرش. طيب لا مش يفكر كتير، يفكر بس ما يفكرش في حاجه بتزعله. تمام. طيب في نوال بتقول عملت فرد لشعرها وشعرها بيقع جدا من وقتها ومش بيطول، عندها 20 سنه، تعمل ايه؟ مش عارفه انت عملتي فرد بايه من الحاجات اللي انا اقول لك اعمل فرد بايه؟ ما تقولي حضرتك. كرياتين يا اما كرياتين يا اما بروتين يا اما كولاجين يا اما بوتوكس، كلها خدع ومسميات لحاجه واحده بس اللي هو كريمات فرد الشعر. جريمه في حق نفسها على فكره. الجريمه فعلا كانت من اسبوع، واحده بعتها لي بتقول لي بنتي عندها سنتين ونص وعملت لها شعر، فردت شعرها بالكرياتين. يا خبر. قلت لها على فكره تصنف كده كرايم، جريمه، انت ارتكبتي جريمه في حق بنتك. والله تخيلي طفل دي هي مش عارفه ممكن تحصل. طبعا بتقولي شعرها كله وقع. طب ده اقل حاجه. طبعا ده اقل حاجه. كريمات فرد الشعر يا جماعه في منتهى الخطوره على الصحه. وليه؟ لان فيها فورمالين. واي برودكت، اي منتج يجي من البرازيل، يجي من الحبشه، يجي من انجلترا مكتوب عليه زيرو فورمالين، كذب بين. لازم يبقى فيه فورمالين. لان من غير فورمالين الشعر مش هيتفرد. فغلط. طيب غلط وبوظت شعرها، تعمل ايه؟ برضه تخش على صفحتي على البوست المجمع وتاخد علاج الشعر، تمشي عليه 6 شهور على الاقل عشان نصلح الجريمه اللي اتعملت. طيب الفتي وحش برضه. معاها ايمان من اسكندريه. الو. الو السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. ممكن اكلم الدكتور هاني؟ اتفضلي حبيبتي. ازي حضرتك يا دكتور؟ كنت سامعك طيب. الف صحه وسلامه. ايوه يا ايمان. معاك. ايوه يا دكتور. ايمان وطي التلفزيون يا ايمان لو سمحتي. والله موطياه. ماشي حبيبتي اتفضلي. يا حضرتك يا دكتور. وانت بألف صحة وسلامة. والله يا دكتور أنا متابعة لحضرتك على الصفحة لكن بتكون التعليقات مقفولة. هقول لك ليه. أنا لما بنزل بوست بروح فاتح. كويس؟ بعد كده أنا بجاوب على أسئلة وأقوم أمشي. لازم أقفله. الله يبارك لك يا دكتور. عارفة ليه بقفله بقى؟ اللي بتعمله يا دكتور. لأن في مرة أنا الحقيقة سبته مفتوح طول اليوم. فطبعا يعني في بنات وسيدات بيبعتوا اسئله، فدخل حد مش لطيف قعد يتريق عليهم وقال كلام مش كويس. في تجاوزات. من ساعتها اثناء غيابي انا بقفل تماما التعليقات حفاظا على الناس. الحاجه الثانيه معلش انا غصب عني ما اقدرش اقعد على الفيسبوك 24 ساعه، هم فتره الصبح وبالليل. انا لما بفتح التعليقات 5 دقايق بيوصلني حوالي 300 400 سؤال، فيدوبك بعد اجاوب عليهم. بقى كده عندي شغل الصبح وعندي شغل بالليل، بس انا معاكم على الهواء تحت امرك. قولي يا ايمان. طبعا بتكلم في حضرتك يا دكتور، انا عندي سؤالين بعد اذنك. اتفضلي. عندي في رقبتي يا دكتور ظهر لي دول كده اسمر وبدا ينزل على الكتف، ما اعرفش فين. موجود في الظهر؟ في لا في رقبتي كده من ورا مش واصل للظهر قوي وبدا ينزل لحد الكتف كده. طيب اسالك سؤال، حضرتك الوزن زياده شويه؟ بصراحه. لا 85. الوزن. لا الوزن. السن. الوزن 85. 85 كيلو؟ ايوه. انت عندك كم سنه؟ 40. 5 وكام؟ لا في حاجه غلط. 35 كيلو؟ لا الوزن 85 كيلو. 85. 85 انا سمعتها. ده اللي انا عايز اقوله. حضرتك طبعا كده الوزن زياده. ايوه. وهو السبب. فلو سمحت تبداي دلوقتي تقللي وزنك. انت حضرتك طولك كام سنتي؟ انا بقلل اصلا وزن حضرتك لان عندي بضروب بتعالج منه. انت طولك قد ايه حضرتك؟ 165. يعني انت المفروض وزنك يبقى في حدود تقريبا 62 كيلو 63، ففي 20 كيلو زياده عايزين ننقصهم. لو نزلتي 20 كيلو اللون ده هيقل جدا مع استخدام الكريمات بتاع التفتيح اللي انا كاتبها على الفيسبوك على البوست المجمع. مجمع؟ الكريمات مع الوزن لو سمحتي، ان شاء الله اللون يروح. طب ممكن سؤال تاني بعد اذن حضرتك؟ طب بعد اذنك يعني. اتفضلي يا حبيبتي. حضرتك تناسليه ولا جلديه بس؟ لا جلديه يا فندم. طب ماشي يا دكتور متشكره. الف سلامه. ميرسي يا ايمان. هناء من القاهره. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحتي كنت عايزه اسال الدكتور عن حاجه. اتفضلي. ازي حضرتك يا دكتور؟ بخير الحمد لله. عندي بنوته بنتي عندها 10 سنين.
شاء الله. تقريبا من حوالي 7 شهور طلعت لها حته فيها فراغ في راسها من قدام. ايوه. رحنا للدكتور جلديه شخص على ان هي تعلبه نفسيه. تمام. يعني ابتدى الشعر يطلع بعد العلاج الموضعي، هو ده علاج موضعي بس عباره عن زيوت زيت غالي كده ومرهم. كويس. ابتدى يطلع الشعر فعلا، بس انا ملاحظه ان شعرها من قدام خف، يعني مش كله؟ هو ده شعرها. يعني بشوف فراغات، بشوف فروه راسها ما فيهوش فراغات كتير زي الثعلبه، لا يعني انا اقصد شعرها من قدام خف مش ده شعرها. محتاجه فيتامينات بعد اذن حضرتك؟ فيتامينات؟ فيتامينات. انت بتتابعي صفحتي على فيسبوك؟ ايوه. طيب انا كاتب كبسولات فيتامينات كده عشان مشكله صوت الشعر في البوست المجمع. خليها تاخد كبسوله بعد الغداء كل يوم لمده 3 شهور. كبسوله بعد الغداء لمده 3 شهور. طيب الف سلامه. سي هناء. خالد. ايوه مع حضرتك طبعا. اتفضل يا استاذ خالد، صباح الفل. اسال الدكتور على العرق اللي بيبقى دايما بيجي والواحد بيبقى بره. وبعدين للاسف ان العرق ده لما بينشف بيسيب اثر ابيض او املاح على الملابس. هل ده في منطقه الابط ولا في اكتر من حته حضرتك؟ في اكتر من حته، حتى في الظهر. في الظهر. حضرتك الوزن زياده شويه؟ يعني طبعا كلما زاد وزن الانسان بتزيد الظاهره دي. فرقم واحد عايزين نبدا نقلل الوزن شويه ويبقى معقول. نمره اتنين بنصح حضرتك دايما، عشان دي ناس كتير ما بتعملش الحكايه دي، تحت دايما القميص لازم نلبس فانيلا قطن، لان الفانيلا القطن بتمتص هي العرق، فهي بتبقى الدرع اللي بيحمي الكلام ده. الحاجه التانية اذا كان في املاح كتير يعني يا ريت نعمل برضو تحليل بول ونطمن ان نسبه الاملاح ما تكونش عاليه. تحليل بول اللي هو خاص بالاملاح بس؟ ايوه فندم. بس الوزن اهم حاجه. شكرا. شكرا يا خالد. طيب تيوليب فلاور بتقول عندها تصبغات تحت الإبط وفي مناطق حساسة، بتستخدم كريم أسبوع كتقشير، هل هذا سليم؟ وعايزة تعرف كريمات يعني أو أي نوع مزيل عرق طبي، لأن المزيلات بتعمل لها التهابات. أحسن حاجة بالنسبة للعرق الشابة البودرة. الشابة البودرة. بلاش المزيلات والحاجات دي زمان برضه. بس عايز أقول ملحوظة عشان بينتشر على فيسبوك كلام غريب قوي، ان مزيلات العرق بتعمل سرطان للثدي او ده تخريف. ده تخريف يعني. قالوا ان استخدام مزيل العرق بعد الدش بيعمل سرطان، ما يعني كلام كده غريب كده مش منطقي. في الحلم يعني. في بيعمل سرطان في الحلم. طب ده كلام فاضي. كلام فاضي. مزيلات العرق ما بتعملش ايه، بس ممكن تعمل ايه؟ تعمل ساعات حساسيه تترك اللون داكن. فالعلاج ايه؟ ان هي تستخدم الشابه البودره امنه تماما ومش هتعمل اي حاجه. والكريمات والحاجات دي كريمات عشان اللون غامق، كريم التفتيح لسه برضه على صفحتي. هتلاقي كريم تفتيح على بوست مجمع تستعمله. بس اللون الغامق اللي بيبقى تصبغ في الجلد ده او عند الرقبه او في اماكن معينه ده بيروح بعد يعني؟ بص حضرتك ليه اسباب كتير. فهنا الدكتور لازم يكشف ويشوف. اوكي. يعني في نوع من الحاجات اللي بتعمل لون غامق حاجه اسمها الاميلودوزز او الشرايين، دي بتحصل عن سيدات كتير نتيجه ترسب مواد معينه في الجلد، ده بيبقى فيه صعوبه كبيره جدا في علاجه الحقيقه. تمام. مش اي لون غامق مش فمش بيه. اي حاجه كده ناخد اي حاجه. تمام. طيب هاجر، السلام عليكم دكتور، مشكلتها وزنها خس كتير قوي وحبوب، عندها حبوب مش عارفه حبوب الخميره ليها اضرار ولا لا؟ الخميره مش مضره، بس هي بتستخدمها لايه؟ ما انا مش عارفه ايه حبوب الخميره دي، اللي هي راس خميره. خميره في راس كده الناس بتاخدها عشان فيتامينز. بس هي بتتاخد لايه بقى بالظبط؟ معلش هاجر وضحي كده شويه. يعني تقول لنا بس ايه المشكله واحنا نقول لها الحل. تمام. طيب في ناس كتير متابعين. ماشي. امل صباح الخير، امل برضو بتتابع معانا. حاضر. ومعانا معايا مين؟ جورج من القاهره. هيا جورج. خير. صباح الفل. دكتور هاني. اتفضل. اهلا يا جو. مالي زوائد جلديه في الظهر. في الظهر بني كده. خطوره ولا ملهاش اي مشكله خالص يعني اتجاهلها؟ بني كبيره كده ولا صغيره؟ لا صغيره. بص مفيش منها اي خطوره خالص. الزوائد الجلديه دي ظاهره طبيعيه وتطلع في مناطق الرقبه جنب الرقبه الظهر. العلاج الوحيد بتاعها ان هي بتشرب الليزر. انما بلاش هاجس ان دي تتقلب مرض وحش وبتاع، لا ما تخافش من الكلام ده خالص. طمن. شكرا يا جورج. عبد الصمد.
استاذ عبد الصمد. ايوه احنا. الو بنوته. الو ايوه حبيبتي اتفضلي. مين معايا؟ عبد الصمد. اتفضلي. كان في رقبتي. كلمي منين طيب؟ اسمها ايه يا فندم؟ من مصر. هي مش عايز تقول اسمها. قولي يا حبيبتي. موريا. اتفضلي. كان في رقبتي يعني في حته صغممه كده بيضة وبعدين فضلت تكبر تكبر في وشي. تمام. فروحت للدكتور جلديه واثنين ثلاثه والكريمات والحاجات مش عايزه تجيب نتيجه. وبتكبر ودلوقتي اتضح ان شعري كمان من قدام بقى يقع. قولي لي بقى يعني اوصفي لي المساحه البيضه دي او الحته البيضة قد ايه تقريبا؟ قد القرش ولا كبير؟ كانت اقل من القرش ودلوقتي بقى أيوة؟ خلت رمش كله ابيض وحجبي ابيض. وكبرت في خد. حاضر. بصي يا ستي هتروحي الصيدليه. ايوه. وتقولي له انت معاكي ورقه وقلم؟ لا. طب هتحفظي اسم الدواء؟ ان شاء الله. طيب هتقولي له اديني الدهان اللي فيه مادة التاكروليماس. مادة تاكروليماس. سهلة؟ هندهن الأماكن البيضاء اللي في الوش دي الصبح وبالليل كل يوم. ومش عايزك تتعرضي للشمس نهائي. اتفقنا؟ إن شاء الله في خلال 3-4 شهور هيروح يرجع اللون طبيعي. إن شاء الله. بس؟ بس كده إن شاء الله. شكرا حبيبتي. أمرك. اشكرك شكرا. عايزه اقول لكم حاجه بقى عشان الاسئله كتير والاستفسارات كتيره. دكتور هاني ان شاء الله هيكون معانا كل يوم خميس علشان يجاوب لنا على الخبر الجديد ده قرار كل اسبوع او كل يعني هيكون معانا كل خميس باذن الله. اتشرف بيكم باذن الله. طبعا اتشرف بمشاهدين طبعا. يعني هم دلوقتي بيبلغوني خبر سعيد عشان بس معلش احنا وقتنا بينتهي. حضرتك يا دكتور في الاخر بس تحب تنصح ايه في تقلبات الجو؟ عايز اقول دايما الامهات اهم حاجه. الاطفال احنا الجو لما يبقى درجه حراره منخفضه شويه نلبسهم الجاكيت ونقول لهم في المدرسه وهم بيلعبوا لما تلعب اقلعه تخلص لعب البسه. الجو دافي ما نلبسش جاكيت. يعني ثقافه التعامل مع الهدوء دي مهمه جدا. وحاليا اقطان كلها ما فيش داعي نلبس صوف دلوقتي لسه الجو بدري عليه عشان لسه. في ناس بتعملها. نشرب ميه كتير لو سمحت. نشرب ميه كتير. طبعا النصيحه الازليه. انا بشكرك جدا جدا يا دكتور ودايما منورنا في برنامج نهايه الاسبوع. بنسعد جدا بوجود سيادتك معانا. استاذ دكتور هاني الناظر رئيس المركز القومي للبحوث السابق واستاذ الامراض الجلديه. شكرا لسيادتك. شكرا جزيلا. بقيه الناس حاضر هجاوب عليكم على صفحه نهايه الاسبوع على الفيسبوك. سعدت جدا جدا بصحبه حضراتكم مشاهدي نهايه الاسبوع ودايما بسعد بصحبتكم كل خميس وجمعه من 9 ل 11:30. اشوفكم بكره وحلقه جديده ونهايه الاسبوع فكونوا على موعد. باي باي.